اهلا بيكم. النهارده حوار مثير للغايه، وخصوصا انه بيتعلق بواحد من الامراض اللي مصر كلها يعني بتخاف منها ومنتشر الحقيقه، مشاكل المراره. الاشعه التداخليه في المراره تلعب دور كبير ومهم جدا، لكن خلينا اقول لكم انه الاشعه التداخليه علم كبير جدا ومهم جدا، واحنا النهارده بنحط قواعد كبيره للعالم العربي، اللي بعتقد انه كمان النهارده يعني ضيفي واحد من رواد الاشعه التداخليه، والاشعه التداخليه في مصر هي رائده المنطقه العربيه. لما بيجي مرض زي المراره، ولما يجي امراض زي الاورام الليفيه مثلا، امراض منتشره، ونقول ان في دلوقتي بروتوكولات وفي بروسيدرز واساليب علميه عالميه بتقدر تتعامل مع هذه المراره بمشاكلها بدون ما نلجا الى جراحات بالمعنى المفهوم، بدون ما ندخل في فيلد قد يكون صعب جدا وقد يكون له مضاعفات. ده مش معناها ان احنا بنقول ان الجراحه ستنعدم، لا، ولكن اشعه تداخليه كل يوم، وده شيء لصالح المريض ولصالح العلم كله، لانه مفيش منافسه. انا عايز اقول لكم انه ما ينفعش نحط اساليب علميه لحل مشكله في صوره تنافسيه، ولكن في صوره تكميليه. حاله ممكن تتحل جراحه، والأشعة التداخلية ممكن تحلها، يبقى الأفضلية للأشعة التداخلية. حالة تانية لا يمكن حلها إلا بالجراحة، خلاص تمام، يبقى الجراحة هي اللي هتحل. حالة تانية الجراحة فيها تعتبر نوع من، أو حالة ثالثة تعتبر الجراحة فيها نوع من يعني زي ما بيقولوا المجازفة الغير محسوبة وغير مطلوبة، والأشعة التداخلية تقدر تحل المشكلة. هنا ستدور منطقة مهمة في حوارنا النهارده، موقع الأشعة التداخلية إيه من التعامل مع الجراحات الأخرى أو مع الأساليب الأخرى غير التداخلية اللي هي الجراحية فعلا. النهاردة بيسعدنا أن يكون ضيف العزيز قمة علمية كبيرة ورائد قدير من رواد هذا المجال، مش في مصر بس في الوطن العربي، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، وعضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية، واللجنة العلمية للجمعية العربية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، اسم الكبير. أهلا بيك دكتور أسامة، منورنا في الناس. أهلا وسهلا يا باشا. يا أهلا. الأشعة التداخلية ليست في حالة تنافس مع الجراحات، صح؟ دي حقيقة. احنا كل الأشعة التداخلية وكل التقنيات الحديثة زي ما حضرتك تفضلت الأول، كل ده بيكمل بعضه عشان نكمل كل المنظومة ونختار للمريض أفضل وسيلة للعلاج. ده كلام صحيح فعلا بدرجة 100%. النهاردة المرارة اللي هنتكلم عن، نقدر نقول مش المرارة في حد ذاتها، السائل الصفراوي والجهاز المراري. لو احنا هنبتدي عشان السادة المشاهدين زي ما تعودنا يعرفوا ايه الخلفية العلمية للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، السائل الصفراوي او السائل المراري زي ما بيطلق عليه، ده سائل لونه اصفر عشان كده سميناه السائل الصفراوي. السائل ده بيصنع مصنع السائل الصفراوي أو السائل المراري الكبد. الكبد ليه وظائف كتيرة جدا جدا في الجسم، ومن أحد هذه الوظائف تصنيع هذا السائل الصفراوي. إذن مصنع الكبد يتصنع السائل الصفراوي ويتنقل بخط أنابيب زي ما احنا شايفين على الشاشة، اللي هي القنوات المرارية اللي بتبتدي من المصنع اللي هو داخل الكبد وتمشي في مسارات لتحت عشان توصل تصب في الأمعاء. لأن دور السائل الصفراوي أو السائل المراري هو هضم الدهون، فعشان كده السائل الصفراوي بيصل خلال هذه الأنابيب إلى الأمعاء. في الرحلة اللي هي بيعدي فيها في الأنابيب دي في مخزن جانبي اللي هو المرارة، بيتخزن فيه جزء من السائل المراري أو السائل الصفراوي ده، علشان ربنا خلق المخزن الجانبي ده أو المرارة بتستوعب كمية من السائل الصفراوي احتياطياً على جنب، علشان لو المريض كل، أو مش المريض، الشخص الطبيعي بقى، لو كل أكلة تقيلة دسمة شوية فيها كمية دهون كبيرة تضخ المرارة، تنقبض لأن فيها عضلات، فتضخ كمية زيادة من السائل المراري عشان تساعد في هضم الدهون. ده باختصار يعني ايه السائل الصفراوي او السائل المراري، وازاي بيتكون وبيمشي ازاي تصنيعه. برضو الفيديو ده بيوضح لنا تاني الجهاز المراري
بيصعد تصنيع في الكبد، يمشي السائل الصفراوي عشان ينزل في الامعاء الدقيقه عشان يساعد في هضم الدهون. ده باختصار دي الخلفيه العلميه بتاع السائل المراري والجهاز المراري او القنوات المراريه. ايه وصفة الجهاز المراري والمحتوى بتاعه؟ الجهاز المراري زي ما قلت لحضرتك ده الانابيب اللي بتنقل السائل الصفراوي اللي بيصنع في الكبد علشان توصله للامعاء علشان يساعد في هضم الدهون. دي الوظيفة الأساسية. الوظيفة الأساسية. الدهون والفيتامين اللي بتمتص فيها بالظبط او زايبة فيها يعني. المشكلة عندنا اللي بيحصل بعد كده لو حصل اي خلل في هذه المنظومه ابتداء من التصنيع من المصنع، ممكن يحصل عندنا خلل في المصنع اللي بيصنع السائل المراري او السائل الصفراوي في الكبد، وبالتالي ينشا ما يسمى الصفر او ارتفاع في نسبه السائل المراري او الصفراوي في الدم، وبنسمي المريض عنده صفره لان السائل ده بيرتفع في الدم وبالتالي بيترسب في الجلد وفي العين، فلون المريض بيبقى اصفر، عشان كده تسمى المرض الصفرا. الصفرا دي ممكن تنشا زي ما بقول لحضرتك لعاملين كبار جدا جدا، خلل في المصنع اللي هو الكبد، وده بسبب كتير من الامراض اللي بتاثر على خلايا الكبد اللي هي بتصنع السائل الصفراوي، وعلى راسها الفيروسات الكبديه والتليفات وما الى ذلك. او يكون المصنع ما فيهوش مشكله وحصل انسداد في مجرى الانابيب اللي احنا وضحناها دلوقتي في اي جزء من مسار السائل الصفراوي في الانابيب دي. لو حصل هذا الانسداد يبتدي الصفره بتعدي، تلاقي السكه مسدوده ترجع على الدم وتؤدي الى ارتفاع نسبه الصفره في الدم. يبقى اذا يعني احنا دكتور ايمن نقدر نقسم الصفره، المريض اللي عنده الصفره ده، الى نوعين كبار جدا. نوع بسبب خلل في التصنيع وده بنسميه الصفرة الكبدية بالظبط يا فندم، والنوع الثاني بسبب الانسداد في الأنابيب في خط الأنابيب ده، ودي بنسميها الصفرة الانسدادية. التقسيمة دي مهمة جدا جدا. في نوع ثالث اسمه الهيموليتيك. الهيموليتيك ده هنقدر نضمه مع الصفرة اللي هي النوع الأولاني، الاثنين دول على جنب. لأن دول بنطلق عليهم الاثنين النوعين الأولانيين الميديكال جوندس أو الصفرة التي تعالج بالأدوية. صفرة بسبب مرض طبي مش مرض طبي بالظبط. خلل في التصنيع أو خلل في تكسير كرات الدم ترفع نسبة الصفرة في الدم، ودول بيتم علاجهم بالأدوية. النوع الثاني اللي هو بسبب الانسدادات في خط الأنابيب اللي هو الانسدادي أو الأوبستراكتيف جوندس، ده المترادف ليها السيرجيكال جوندس أو الصفرة التي تحتاج إلى تدخل جراحي، ودي اللي احنا بنتدخل فيها. ايه لو هننتقل لخطوة تاني، ايه أسباب الصفرة الانسدادية؟ ايه اللي بيعمل انسداد في خط الأنابيب ده؟ نمرة واحد والأكثر شيوعاً حصوات القنوات المرارية، زي ما احنا شايفين على الشاشة، زي ما قلت لسعادتك الصفر المرارة دي مخزن جانبي للعصارة الصفراوية. لو حصل أي التهاب في جدار المرارة والتهبت المرارة تبقى ميديا أو جزء يكون حصوات اللي احنا شايفينها على الشاشة، فتبتدي تتكون حصوات داخل القناة المرارة. بعض من هذه الحصوات يعدي من خلال القناة اللي بتربط المخزن الجانبي ده بخط الأنابيب، فتعمل عملية السدد في القنوات المرارية زي ما احنا شايفين. حصوة اللي هي لونها أصفر دي اتحركت، دخلت في القناة المرارية، عملت الانسداد، تيجي السائل الصفراوي معدي يلاقي السكة مسدودة يرجع على الدم ويحزن الصفر. ده أكثر الأسباب شيوعا. طب ايه تاني ممكن يعمل انسداد في خط الانابيب دون؟ الاورام بالظبط. الاورام في اي جزء من القنوات المراريه من اول المصنع، من اول ما الخط الانابيب ابتدى في المصنع لحد تحت في الامعاء الدقيقه. واورام في داخل القناه المراريه او اورام من بره القناه المراريه وضغطه عليها قفلت سكه الصفرة، او ورم شهير جدا جدا اللي هو اورام البنكرياس.
لأن البنكرياس ده غدة بيبقى فيها قناة البنكرياس اللي هي بتفتح بأنبوبة جنب الأنبوبة بتاعة القناة المرارية في الأمعاء، وبالتالي أي ورم في البنكرياس أو الهيد أوف بنكرياس أو رأس البنكرياس تضغط على القناة المرارية وتعمل هذا الانسداد. دول السببين الكبار جدا في الانسداد أو الصفراء الانسدادية اللي بنقول عليها. ممكن التهاب كمان في الممرات، أو التهاب في الممرات. كل دي أي حاجة تؤدي إلى انسداد في القنوات المرارية بتعمل الصفراء الانسداد. زي ما قلت لسعادتك، الصفراء الانسدادية دي الاسم المترادف ليها الصفراء الجراحية، اللي هي ببساطة احنا عندنا انسداد ميكانيكي ويحتاج إلى تسليك أو تغيير مسار. مفيش دواء يا حبيبي. بالظبط يا فندم. النوعين الأولانيين الأدوية بتعالج لو الكبد فيه تليف أو الكبد فيه فيروس أو فيه كسل أو ما إلى ذلك، كل ده بيعالج بالأدوية. لكن لو حصل انسداد ميكانيكي أو انسداد في الأنابيب القنوات المرية، لازم نعمل حاجة تعمل تسليك للانسداد ده أو تغيير للمسار، بحيث الصفرة تعدي في سكة تانية عشان توصل في النهاية لمسارها الطبيعي اللي هو في الأمعاء عشان الدهون زي ما قلنا. الحقيقة كان الوسيلة الوحيدة إن احنا نعمل هذا التسليك بس الجراح. كانوا الجراحين نيجي عند الانسداد والجراح يقطع فوق الانسداد وياخد القناة المرية ووصلها على الأمعاء في حتة تانية بجراحة كبيرة. البديل واللي بتقدمه الأشعة التداخلية في المجال ده، أول حاجة في حاجة اسمها منظار القنوات المرارية، وده طفرة كبيرة. منظار القنوات المرارية ده مش منظار عادي زي المناظير اللي هي مناظير المعدة أو مناظير القولون. منظار القنوات المرارية ده منظار ليه طبيعة خاصة، زي ما حضرتك عارف ان المنظار ده يعني اشبه بالخرطوم، اللي في اخره زي ما احنا شايفين الخرطوم في اخره فيه كاميرا، بنخش بالخرطوم ده ونشوف بالكاميرا داخل تجويف المعده والامعاء والقولون. منظار القنوات المرارية بيتميز ان احنا بيبقى قدامنا صوره الكاميرا داخل الامعاء والمعده والقولون، وجنبيها صوره الاشعه. ومن هنا المنظار ده ليه طبيعة تداخلية، أو يعني هو مش منظار عادي، ده منظار ومعاه أشعة. فعشان كده اللي بيشتغلوا لازم يكون في زمايلنا دكاترة الجهاز الهضمي، مش كلهم بيشتغلوا المناظير القنوات المرارية، وكذلك الأشعة التداخلية برضو مش كلهم بيشتغلوا المنظار ده، لأنه بيحتاج النوعين من المهارة، المهارة استخدام المنظار ومهارة الأشعة التداخلية والتعامل مع الأشعة. زي ما قلت لحضرتك احنا بنخش بالمنظار، المنظار بيخش من المسارات الطبيعية من بق البني آدم اهو زي ما هنشوف هنا، زي ما احنا فاكرين يمكن من ايام المدرسة بالجهاز الهضمي بيبدأ من الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم المعدة ثم الاثنى عشر اول جزء في الامعاء الدقيقه. اهو المنظار ده اللي هو زي ما قلت لسعادتك خرطوم، في اخره لو بصينا على الدايره على الشمال كاميرا. احنا بندخل وبنوصل بنتابع بالكاميرا لحد ما نوصل لاول جزء من الامعاء الدقيقه وهي الاثنى عشر، اللي هي بيفتح فيها او نهايه خط الانابيب اللي بيوصل السائل الصفراوي للامعاء الدقيقه. شايفين الفتحه دي اللي هي بيشترك فيها خط انابيب طالع من البنكرياس مع خط الانابيب اللي جاي من القناه المراريه. نبتدي شفنا ونبتدي بعد ما بتبقى قدامنا فتحه نخش نحقن صبغه ونلون هذه القنوات ونبص على الاشعه عشان نشوف ايه اللي عامل الانسداد. لو بصينا هنا في الفيديو ده لو لاحظتوا فيه جوه القناه المراريه حاجه مدوره حصوه ظهرت بتظهر لنا داخل المنظار، وكمان في الاشعه ان في حصوه او جسم مستدير. بندخل في بقنوات من خلال المنظار واحنا شايفين داخل القنوات المريه، ونبتدي نسحب هذه الحصوه من داخل القناه. ده السبب الشائع الانسدادات القناه المريه. عظيم. طيب لو
السبب مش حصوة أو السبب الثاني أو المجموعة الثانية من الانسدادات اللي هي أورام القنوات المرارية وأورام البنكرياس والأورام ساعات الأمعاء الدقيقة اللي في آخر أول أمعاء الدقيقة وآخر القناة المرارية، كل دي بتعمل انسدادات. نقدر إزاي نتعامل معها بمنظار القنوات المرارية؟ بنفس المنطق، خش بالمنظار القنوات المرارية حد ما نوصل لفتحة القنوات المرارية في الاثنى عشر ونشوفها ونبتدي نحقن صبغة ونشوف على الأشعة ونشخص فين الانسداد، في أنهي مكان من خط الأنابيب، وحجم الانسداد ده قد إيه، ونبتدي نعمل حاجة اسمها دعامة القناة المرارية من خلال المنظار. دعامة ببساطة زي ما قلت لحضرتك، احنا بنشوف الانسداد، بدل ما الجراح بيعمل عملية ويحول القناة المرارية على الأمعاء، احنا بنعمل زي باي باس داخلي، بنعدي اهو. لو هنشوف الفيديو التوضيحي ده، هنا المنظر اللي احنا شفناه برضو الأول، قنوات المرارية، وصلنا حقنا صبغة، الانسداد الحتة الجزء الأحمر اللي داخل القناة الخضراء دي، دي المنطقة اللي ضيقة، الجزء الأسود ده الطبيعي، الحتة البيضة دي الحتة اللي ضيقة، احنا عايزين نعدي الحتة اللي ضيقة دي ونركب أنبوبة جواه تخلي الصفرة تمشي في المسار الطبيعي. خش بسلك سلك مرشد من خلال الجزء اللي ضيق جدا ونوسع الضيق ده، وبنركب الدعامة زي ما هنشوف حالا اهو دلوقتي. كل ده نفس الاسلوب والميكانيزم بتاع التعامل مع الشرايين على فكره، بنفس المنطق، زي الشرايين الشرايين التانيه، توسيع بالبالونه ثم تركيب دعامه، هي الدعامه زي دعامه ال دي اقوى على فكره، المراره او القناه المرئيه اقوى في تكوينها. طبعا طبعا، لان فيها ماسلز، لان فيها عضلات، لان فيها عضلات. بنخش اهو هنا، بنعدي الضيق ونوسع ونركب الدعامة اللي هنشوفها حالا، بنفتح الدعامة، الجزء الشبكة اللي موجودة المعدنية. بعد ما ركبنا كل حاجة بندخل بالسيستم اللي احنا بنخرج بالسيستم اللي احنا بنوصل بيه الدعامة، والمحصلة النهائية ان احنا نلاقي الدعامة زي ما حضرتك شايف اهو، دي باي باسنج او عدت، رجعت الصفرة تمشي في مسارها الطبيعي. وده الحقيقة بيوفر للعيان جراحة اسمها باي باس، اللي هي جراحة توصيل القناة المرارية بالأمعاء. ده كله بالمنظار، من خلال كل ده من خلال المنظار. الحقيقة احنا بنخش من الفتحات الطبيعية لحد ما نوصل لفتحة الاثنى عشر. في من الجلد كمان. الحقيقة دي الخطوة الثانية، احنا بنمشي المريض اللي عنده صفرة بيمشي بالسيكونس ده أو بالترتيب ده. الأول بنخش لو هو نتعامل بالمنظار، لأن المنظار زي ما قلت لحضرتك بيخش بالمسارات الطبيعية. زي ما قلنا احنا خط الأنابيب أو الخط ده لو هنعتبره بيبتدي من الـ من الـ من الكبد وينتهي في الأمعاء، أو يعني لو تصورنا خط حديد ماشي من القاهرة، هنا ده السيتنج بتاع المنظار زي ما قلت لحضرتك دكتور أيمن. في شاشتين، اللي على الشمال دي شاشة المنظار اللي احنا بنشوف بيها الكاميرا داخل تجويف الأمعاء، ولا على اليمين شاشة الأشعة، احنا بالاتنين بيبقوا قدامنا، نخش نوصل الفتحة ونحقن وشايفين الأشعة، يبقى معانا صورة المنظار وصورة الأشعة، ونبتدي نتعامل ونستخرج الحصوات أو نركب الدعامات. يمكن هنا ده منظر الحصوة في المنظار، والحقيقة بنخرجها برضو يعني عين بيخرج بياخد الحصوة. هنا دي الحصوة دي في إيدي يعني من غير تخرج من المنظار. دي برضو هو ده منظر الحاجة، الخرطوم ده وانا المنظار، والحصوة الحاجة المدورة، ودي بعد استخراج الحصوة على الأشعة. يبقى صورة المنظار دايما مقرونة بصورة الأشعة. طبعا ده جايد يعني كل الشغل المنصير الف ألف به فيه اللي هو جايدد بالأشعة. طبعا لازم المنظار القنوات المرئية بالذات إن المنظار ذو طبيعة خاصة، ومن هنا بيبقى فيه شوية سكيلز تدخلية. لو فرض ان احنا زي ما قلت لحضرتك الخط الانابيب ده بادئ من القاهره كبد لحد اسكندريه، طب لو الانسداد عند طنطا مثلا، احنا بالمنظار دخلنا وما عرفناش في نسبه فيلير لمنظير القنوات المرئيه، نسبه الفيلير دي او الفشل بتقل كلما كانت خبره اللي شغال اعلى شويه، يبتدي الفيلير ريت ده او نسبه الفشل تقل.
ولكن توجد نسبة فشل لمنظير قناة المياه ان احنا ندخل في فتحة القناة من تحت اللي هي من عند اخر محطة، وبالتالي لازم نلجأ لوسيلة اخرى. فبدل ما ندخل من تحت اللي هو من اسكندرية عشان نوصل لطنطا في النص، هنخش من فوق من عند محطة مصر اللي هي الغاية. ممكن نركب بالهليكوبتر طب يعني يتبادر للذهن، طب احنا ليه ما بنعملش كده من الاول؟ لان المنظار ده بيخش من المجاري الطبيعيه، لو المنظار فشل احنا هنشد وخلاص ولا حاجه، لكن السكه الثانيه دي احنا بنخترق، ودي بتتعمل كلها بقى تحت الاشعه، مفيش مناظير، بنخترق خلاء نسيج الكبد، بنخش من نسيج الكبد زي ما كان في معانا صور توضيحيه لتركيب الدعامات ترانس هيباتيك بالظبط. فان هو او اللي على الشمال ده الجلد، نخترق الجلد نخش في الكبد اللي هو النسيج الاحمر لحد ما نوصل للاخضر، ده هي القنوات المريه بدايه من المصنع فوق. ندخل جوه الفكره ببساطه، بنخش من الناحيه الثانيه عشان نوصل لنفس السكه، برضو نخش دخلنا من القناه من فوق ونعدي على الناحيه الثانيه ناحيه الامعاء بدل ما ندخل من تحت لفوق، ونقدر نركب الدعامات من خلال الجلد اللي هو بنقول عليها بي تي سي، بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي. وده برضو الفيديو ده توضيحي هيبين اهو، احنا داخلين من خلال الكبد على الجهاز المراري اللي هو لونه اخضر دون، وصلنا تحت الامعاء اهو ودخلنا عليه، بندخل ممكن نركب اساطر خارجيه، ده هيفيدني كمان لو الاوبستراكشن داخل الكبد. لو ما زي ما بقول لحضرتك احنا بنبايباس القفله دي في اي جزء من هذا الخط حتى لو كان بادئ من فوق من عندنا. ويمكن هو البي تي سي او من خلال الجلد بيخلينا نقدر نتعامل اكتر لو انسداد فوق. احنا برضو بنخش تحت عشان نوصل للقنوات المريه من خلال الكبد، بنخش تحت الموجات الصوتيه يا دكتور ايمن زي ما حضرتك شايف. الابيض اللي نازل ده الابره، والخط الاسود ده القنوات المريه المتمدده. اهو دخلنا الابره، احنا كده داخل القناه، وبعدين نجيب الموجات الصوتيه على جنب ونبتدي نحقن صبغه ونتعامل مع القنوات. او هنا الخط او الانبوبه السوداء دي القنوات المريه المتمدده، لو تلاحظ حضرتك هي متمدده لانه في انغلاق، في انغلاق تحت هنا. بنحاول بالسلك المرشد نعدل الانسداد ده اهو، في لحد ما عدينا الانسداد وبعدين بالسلك المرشد، وبعدين بنركب عليه قسطره ثم دعامه عشان يرجع الصفره تمشي في مسارها الطبيعي. ده الطريقه اللي هي البديله لمنظار القنوات المريه عشان نركب الدعامه بطريقه اخرى. يبقى الاولاني اندوسكوبيك ERCP اندوسكوبيك ريتروجريد احنا داخلين بالعكس من اسكندريه لمصر، الثانيه من مصر لاسكندريه، دخلنا لغايه مدخل القنوات المراريه في الاثنى عشر، وحققنا الصبغه باتجاه او حققنا المرشد باتجاه عكس اتجاه مسار المرار، لان هو السائل الصفراوي ماشي مساره الطبيعي من الكبد لحد لكن دي اللي احنا شايفينها ده بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي بنك بالظبط ERCP ودي بي تي سي. هنا برضو اهو الانسداد، القناه متمدده اللي هي الاسود ده، وتحت القفله اللي هي انسداد في اخر الخط، برضو بنعدي السلك ثم القسطره ثم الدعامه ونوسعها ببالونه، برضو نفس فكره القلب عشان يبقى قطرها، قطر الدعامه حوالي 10 مللي. احنا كاننا بنكرييت قناه مريه جديده. الحقيقه انا عايز برضو انوه لحاجه، مرضى اورام القنوات المريه او الانسدادات، الحقيقه الصفرة او ارتفاع نسبه الصفرة دي بتبقى طوارئ. يعني اللي بيهدد حياه المريض ات تايم او دلوقتي مش الورم في حد ذاته، الانسداد اللي هو زي ما حضرتك عارف الصفرة كل ما بتعلى تبتدي تأثر على الكلى ثم المخ ثم بتعمل تبعات، فبتبقى عندنا طوارئ الحقيقة. وبرضو لو احنا هندي اي علاجات للأورام، دكاترة الأورام زمايلنا ما بيقدروش يتدخلوا ولا يدوا اي أدوية إلا ونسبة الصفرة رجعت إلى معدلاتها الطبيعية. هنا ده منظر الدعامة زي دعامة القلب بالظبط، وهي اللي بعد ما بتركب في المرض. المتابعة بعد كده؟ المتابعة احنا بنتابع المريض بأهم حاجة عندنا نسبة الصفرة، تحليل الصفرة والموجات الصوتية. المقياس عندي ومدى النجاح
ان الصفرة رجعت الى مساراتها الطبيعيه ان نسبه الصفرة بتبتدي تنزل. الحقيقه نسبه الصفرة في الدم المفروض تبقى 1. احنا ساعات المريض بيوصل ل 10 و15 و20. تبتدي زي ما الصفرة طلعت بالتدريج بعد تركيب الدعامات تنزل تدريجيا. الحاجه الثانيه اللي عشان اطمن ان الدعامه شغاله كويس، انا ببص على المريض الموجات الصوتيه، القنوات اللي كانت متمدده نتيجه الانسداد في مجرى او مسار الاعصار الصفراويه تبتدي بعد ما السكه تمشي تبتدي تكون لابس او تقل، ما بقاش فيه اي تمدد. دول الحاجتين اللي احنا بنعتمد عليهم دايما في المتابعه. البالونه دورها هنا في مع الدعامه؟ البالونه دي حاجه مهمه جدا، بس دي التوسيع بالبالونه ده ليه دور كبير جدا في حاجه شائعه. ساعات المريض وهو بيعمل عمليه المراره في من ضمن المضاعفات ان يحصل انجري او جرح في القناه المريه، زي ما شفنا لو نفتكر في تركيب الجهاز المراري المراره والقناه اللي بتوصلها بالقناه المريه الاثنين الحقيقه في ارض الواقع بيبقوا لازقين في بعض. فساعات في العمليه تيجي غرزه على القناه المريه او يحصل ضيق او يحصل جرح في القناه المريه، يبتدي نحصل برضو الانسداد وما الى ذلك. الجراح في هذه الحاله لازم يعمل توصيله، يقطع الحته اللي فيها دي ويوصلها على الامعاء. بعد سنه او اثنين او ثلاثه التوصيله دي ما بين القناه المريه وبين الامعاء بيحصل فيها نوع من الضيق. الحقيقه تكرار العمليه دي تاني في الحته دي زمايلنا الجراحين ما بيحبوش يكرروا دي تاني لو في حل تاني ابسط، لان دايما اعاده العمليه في هذه المنطقه بيبقى في زي تليفات وبتبقى اديجنز فالحل البديل اللي هو اللي احنا هنشوفه هنا، احنا يمكن لو هنشوف الصوره اللي فاتت دي ده النوع ده من الانسدادات اللي هي ما بعد التوصيله الجراحيه ما ينفعش فيها غير الدخول من خلال الجلد. ليه؟ لان المنظار بيوصل لاول جزء من الامعاء عاده. دي بالظبط زي ما احنا شايفين القنوات المريه متمدده اللي هي الابيض، والدائره السوداء اللي في النص لما حصل الانسداد في الوصله ابتدى الصفره تبقى راكده، فابتدى يحصل تكوين حصوات، فتكون حصوات الحته الحاجات السوداء اللي احنا شايفينها دي، وحصل تراكم في الصفره وتمدد في القناه المريه. هنا لازم نخش من الجلد، المنظار مش هيوصل لانه بيوصل القناه المريه على الامعاء بعيد شويه عن المنظار. بنخش بالبالونه زي ما احنا شايفين الخطين البيض دول، البالونه داخلين من الفص الشمال ومن الفص اليمين عشان نوسع الفتحه اللي هي انسدت الفتحه الجراحيه ما بين القنوات المريه والامعاء. لو هنبص المنظر النهائي ده المنظر النهائي، الحصوات اللي كانت موجوده اول ما يحصل التوسيع هتنزل على طول للامعاء اللي هو السبع او الثمانيه اللي تحت دي، الامعاء اللي احنا موصلين عليها، والتمدد لو لاحظنا داخل الكبد او القنوات ما بقتش متمدده والحصوات ما عادتش موجوده. ده اسمه توسيع القنوات المريه بالبالونه، وده بديل عن العمليه الجراحيه اللي هي اعاده توصيل القناه المريه بالامعاء تاني. الحقيقه وجودك معانا يعني عايز اقول ان هو ربنا يخليك موسوعه علميه ضخمه جدا، انت احد ركائزها بقوه شديده جدا بلا شك. نستمتع يعني بننبهر وبنستمتع بواحده من حوارات احد رواد هذا العلم في الوطن العربي وفي العالم طبعا. ربنا يخليك استاذ دكتور اسامه حته، استاذ الاشعه الداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه الداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه الداخليه، عضو الجمعيه الامريكيه، وعضو الجمعيه اللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه الداخليه. الاسم الكبير كان في الناس الحلوه. اللي هيفوتوا الجزء ده هيفوتوا كتير جدا جدا في عالم فهم التعامل مع القنوات المراريه، سواء من دكاتره البطن او طبعا اكيد دكاتره الجراحه او الاشعه الداخليه بلا شك هم المستفيدين الكبار، لكن برضو طلبه الطب وطلبه البطنه بالذات اللي بيدرسوا بطنه دلوقتي هيستفيدوا جدا من هذا الكلام. خليكم دايما مع الناس الحلوه. سياستنا في مراكز علاج الخصوبه والصحه الانجابيه اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكم دايما مع الناس العلمية. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم.
رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. النهاردة حوار مثير للغاية، لأن احنا هنتكلم على واحدة من أشهر القنوات في الجسم، وهي قناة فالوب. في قنوات تانية، في قناة ستاكيوس، يعني في تشانلز كتيرة، لكن قناة فالوب هي القناة الأكثر شهرة. وطبعا كلكم عارفين قناة فالوب هي القناة المهمة جدا لانتقال البويضة، وأيضا دخول الحيوان المنوي للالتقاء في جزء معين من قناة فالوب حيث يحدث الإخصاب الطبيعي. مشكلة قناة فالوب إنه ممكن جدا يحصل فيها التهاب، يحصل فيها مرض معين، يحصل فيها تكون مائي يعني. وطبعا في ميكروبات معينة بتحب قناة فالوب، يعني مثلا تي بي بيحب قناة فالوب لسبب محدش فهمه، فيحدث مشاكل في قناة فالوب تمنع ما يسمى بالتقاء المبيض البويضة بحيوان منوي والإخصاب الطبيعي. والست تشتكي من ألم في البطن، ممكن تشتكي من نزيف مهبلي في بعض الأحيان، ممكن تشتكي من مشاكل تدل على عدوى في الحوض، ممكن تشتكي من يعني آلام ما بعد جراحة بطن، لأن ممكن يحصل مشاكل في قناة فالوب بعد جراحات خاصة بالبطن زي مثلا الأبنسكتومي الزايدة. لكن دايما في معضلة، ست عندها أو يعني عندها مشاكل في قناة فالوب وما بيفيش حمل ولا يعني فرصة حمل بتحصل، فيتقال لها يلا اعملي حقن مجهري. فالدكتور يقول لها في بداية الحوار احنا لازم نشيل قناة فالوب دي او نفصلها. دايما الستات بيحصل لهم يعني لو مش مذاكرين وما بتفرجوش علينا كويس هيحصل لها نوع من التربع، تضطرب تقول لك ايه انت دلوقتي، انا جاي لك بقول لك انا عايز احمل، تيجي تقول لي نشيل قناة فالوب؟ ده أنا معرفش في الجهاز التناسلي في الست غير المبيض وقناة فالوب والرحم، هي ما تعرفش غير الثلاثة دول، وهم دول الثلاثة الأساسيين فعلا. فتيجي تقول لي أشيل واحدة من ثلاثي اللي هو بنقول عليه الركائز الأساسية في حدوث الحمل، تقول لي أشيلها؟ ده أنا طب وشيلها ليه؟ ما أنا هعمل حقن مجهري، إيه يا عم الحاج؟ فطبعا الستات والله لازم نشرح لهم الحتة دي بالراحة، لأن دي حتة مهمة جدا، لان برضه هو بيبقى برضه في الراجل والست جايين حاطين في اعتبارهم فكره معينه، احنا هنعمل حقن مجاري خلاص ما حدش يكلمنا في حاجه تانية بقى. فلما يكون في كلام في اي حاجه تانية بيبقى دايما في ارتباك عند الزوجين. قناه فالوب من اشهر المواضيع الطبيه على الاطلاق، وتربط البطن بالنساء ربطا وثيقا في نقاط معينه. فخلي بالكم النهارده الحوار هيبقى ممتع للغايه، وهيبقى فيه تركات كتيرة، بمبدأ ان احنا في السيزون ده بنصلح الثوابت الخاطئة في عقول الكثيرين. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الإخصاب المساعد والحقن المجهري وعالم النساء هو طبعا ضيف العزيز الأستاذ دكتور هشام شاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو جمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. نورتنا وسعيد جدا بهذه الزيارة. وأنا أسعد والله، بتقول كلام جامد جدا. أنا قوي. فعلا أنا مذاكر. أصل حضرتك قلت حاجة مهمة، إن يعني الناس لازم تتثقف وتعرف مننا المعلومات عشان ما تندهش هذا الاندهاش، لأن هذا الاندهاش اللي أنت حكيت عنه ده يعني لسه يعني بعاني فيه لحد دلوقتي، ولسه موقف حصل من يومين ثلاثة ما كنتش أتمنى خالص إن هو يحصل، بس للأسف حصل. ليه؟ بسبب قلة الوعي الطبي وقلة الثقافة. طب ممكن أسألك على الموقف؟ يعني باختصار، ما هو ده مضمون الحلقة. هو ده مضمون الحلقة. فأنا إن شاء الله في آخر الحلقة هشرح لك الموقف ده بالظبط. هو إحنا عندنا إيه النهاردة في الحلقة؟ إحنا النهاردة نتكلم عن إيه؟ يعني دخلة منطقية جدا والله، برضه مهما كان برضه حضرتك على فكرة الناس تفهمني صح. أنا بسأل الدكتور هشام، إحنا عندنا إيه النهاردة في الحلقة؟ مش بسأله على الموضوع، بسأله على المفاجآت، التركات بالظبط. احنا النهارده عندنا موقف وسيناريو بيتكرر كتير، بنشوفه كتير في مراكز رياض الخصوبه، ان في حاله عندها تاخر حمل شرفتنا في المركز، متجوزه بقالها 3 4 سنين ما حصلش حمل، واتعمل لها الفحوصات كلها الاساسيه وطلعت سليم، او يعني هي اتقال لها ان هي سليم، وما حصلش حمل. ف
فاتقال لها ان انت عندك تاخر حمل غير مفسر السبب. تمام، طيب ورينا بقى الفحوصات بتاعتك نشوف ما يسمى بالاشعه بالصبغه، هي حاله ايه؟ تاخر حمل. عملت فحوصاتها الاساسيه واتقال لها انه كله سليم بما فيها الاشعه بالصبغه. ايه الاشعه بالصبغه دي؟ الاشعه بالصبغه ديت اللي هي صبغه من تحت كده بتتحقن في الرحم، والمفروض انها تمشي جوه الانابيب وتخرج منها لو الانابيب او قنوات فالوب الاثنين مفتوحين. طيب احنا لما بنعمل الاشعه بالصبغه او لما المركز اشعه بيعمل اشعه بالصبغه، احنا بنشوف الانابيب؟ لا، احنا ما بنشوفش انابيب، احنا بنشوف الصبغه اللي ماشيه في الانابيب. تاني، احنا ما بنشوفش الانابيب، ما بنشوفش القنوات نفسها، احنا بنشوف الصبغه اللي هي بيبقى لونها ابيض في الاشعه، بنشوف الصبغه اللي ماشيه في الانابيب. المهم عملت الاشعه بالصبغه واتقال لها ان الاشعه بالصبغه سليمه وفحوصاتك سليمه. طب ورينا فحوصاتك بقى. ادي الاشعه بالصبغه يا دكتور، خد التقرير. اول خطوه بعملها يا دكتور ايمن، لا حيك التقرير ده هاتيه على جنب كده، انا عاوز الافلام بتاعه الاشعه، هي دي اللي تهمني. تمام، اللي هو بيسموها كده في منطق الطب يعني، او في منطق الدليل يعني، الدليل. ورينا الاشعه، ورينا الافلام. الافلام، نشوف الافلام، حط الفيلم كده قدام عينينا على الفانوس. الاشعه بالصبغه اللي هي المفروض تقول لها انها طبيعيه، مش طبيعي، في مشكله في الصبغه اللي ماشيه في الانابيب. يعني في مشكله في الانابيب، باينه. طب ازاي وليه وايه الاسباب والكلام ده كله بقى، ايه رايك؟ هو ده الدكتور عماد. انا بروح الدكتور عماد. دكتور عماد درويش مسهرينه النهارده. زميل الكليه الملكيه البريطانيه لامراض النساء والتوليد واستشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجاري بمراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بيك دكتور عماد. يعني الدكتور هشام رمالك يعني قنبله موقوت، مش قنبله يعني، ما هي قنبله صحيح يعني. ست عملت اشعه بالصبغه في مكان وده تقرير، وقالوا لها في التقرير انت الاشعه بالصبغه طبيعيه في التقرير، فخلاص. فانت رحت جاي قال لها لا، الاشعه بالصبغه بتاعتك مش طبيعيه، لما شفنا الفيلم مش طبيعيه، والتقرير ده تقرير غير منضبط. ليه؟ ايه اللي حاصل؟ طب ما هي اشعه والصبغه طالعه وتمام التمام، وانا كراجل مش متخصص لو شفت الاشعه اقول لك ما الصبغه اهي مكمله والطريق فله. هو حضرتك الفكره كلها زي ما حضرتك قلت كده، هو الاشعه بالصبغه بتقول ايه؟ التقرير بيقول طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ يعني الصبغه بتعدي جوه الانبوبه بس، يعني الانبوبه مفتوحه. هل الانبوبه دي بقى في المكان الطبيعي بتاعها؟ هل الصبغه دي لما عدت بالمعدل الكويس اللي هو بعد ما احنا شفنا الافلام كلها لقينا معدل سريان الصبغه دي جوه الانبوبه ماشي بالمعدل الطبيعي، ولا فيها شوية ديلي، ولا لما خلصنا والست قعدت شوية بعد الأشعة بالصبغة في آخر فيلم بعد ما شالوا الآلات وجم يصوروها فيلم تاني في الآخر ما لقيناش الصبغة موجودة في الحوض ولا لسه موجودة في الحوض؟ يعني هي الفكرة كلها إن الدكتور اللي بيكتب تقرير الأشعة من وجهة نظره إن الأنبوبة طول ما هي مفتوحة وبتعدي الصبغة فهي أنبوبة طبيعية بالنسبة له، علشان هي بتقوم بالوظيفة بتاعتها إنها بتعدي الصبغة. لكن هل هي موجودة في المكان الطبيعي بتاعها ولا لا؟ هل في حاجات في التاريخ المرضي عند الحالة نفسها بتخليني أنا وأنا ببص على الأشعة بالصبغة بركز على نقط معينة علشان أأكد جزء من تشخيص أنا شكيت فيه أثناء ما أنا بعمل للحالة الفحص بالأشعة أو بالسونار؟ يعني الموقف المتكرر، بنعمل السونار للحالة مع أول زيارة، بنشوف الرحم، ايه ده الرحم مش في المكان الطبيعي بتاعه، الرحم جزء كبير منه مش في الحوض، موجود في البطن. ايه ده المبيض مش في المكان الطبيعي بتاعه، يعني مش ما بيتشافش بسهوله، بنحتاج ان احنا نعمل شويه ضغط او بريشر على الحاله واحنا بنعمل السونار عشان نقدر نشوف المبيض كويس. يبقى اذا هو مش في مجال الرؤيه الطبيعي بتاعه، يبقى اذا هو بالتبعيه غالبا المبيض على ناحيه من الناحيتين او على الناحيتين مش موجود في المكان الطبيعي بتاعه. انا كده اول ما شفت النقطه دي بقيت بهيئ لنفسي حاجه ان انا لما اشوف الاشعه بالصبغه انا متوقع ان انا هبص على الانبوبه في الناحيه اللي كان فيها المبيض مش متشاف في المكان الطبيعي بتاعه، هلاقي الانبوبه مش في المكان الطبيعي بتاعها. وبنسبه 90% بنرفع الفيلم بتاع الاشعه بنلاقي ان الانبوبه فعلا في الناحيه دي مش موجوده في المكان الطبيعي بتاعها. ده حقيقي فعلا. الكلام ده ما اتقالش للسيده اثناء فتره المتابعه الفظيعه اللي هي عدت فيها، اللي هو بقى لها 3-4 سنين ومنشطات واشعه بالصبغه
والاكتر والاكتر لما الحاله يتعمل لها بيتعمل لها منظار ويتقال لها ان الانابيب عندك طبيعيه او الانابيب شكلها طبيعي، زي حالة ممكن أفكر دكتور هشام بيها زي الحالة اللي كانت عاملة المنظار جميل جدا وواضح، وفي آخر الفيديو لقينا جزء اللي هو احنا بنسميه الفيتس يوكيرت سندروم، الالتصاقات الموجودة فوق عند الكبد اللي هي الدليل ان السيدة دي كان عندها التهاب مزمن في الحوض أثر على الأهداب بتاعة الأنابيب، والمنظار تشوفه جميل ما فيش التصاقات ما فيش أي مشكلة، شكل الأنابيب طبيعي، الصبغه ما بتخرجش اصلا من انبوبه او بيحصل لها زي تسريب بتروح في اماكن مش الاماكن الطبيعيه بتاعتها، لان الاهداب بتاعه الانبوبه نفسها ما بقتش يعني في الصوره الطبيعيه بتاعتها ومش قادره تقوم بالوظيفه. فهي الفكره كلها حاجات كتيره ممكن تقدر تبين، بس احنا ما بنحط الهيستوري بتاع الحاله تاريخها العمليات اللي عملتها الفحوصات اللي خدتها مع الاشعه اللي احنا بنعملها للحاله قبل ما نقدر احنا نبص كمان على الفحوصات بتاعتها، متخيلين لا ده الحاله ممكن يكون فيها واحد او اتنين او تلاتة، وده بيخلينا دايما نركز من اهم الاسئله للحاله، انت تاخر حمل اولي تمام يعني اللي هو ما حملتش خالص قبل كده، فده بيخلينا نفكر في اسباب اللي هو من اكثرها الالتهابات اللي ممكن تحصل بنسميها سب كلينيكال انفيكشن، عدوى غير محسوسه وظهرت واثرت على الانابيب لو في حاجه بتقول كده في الاشعه الصبغه، او انت عملت جراحه قبل كده او عملت زايده شلت كيس من على المبيض عملت قيصريه، فالحاجات دي بتخلينا نفكر اكتر ناحيه الالتصاقات. يبقى الوظيفه اللي مش طبيعيه أو المكان اللي مش طبيعي للأنبوبة أسباب واضحة ومباشرة ممكن تأثر بصورة كبيرة جدا على فرص حدوث الحمل التلقائي. في أجزاء تانية هنقولها بقى أثناء الحلقة إن شاء الله إيه اللي ممكن يأثر أكتر من كده. حلو الكلام ده جدا. ما عشان كده مهم قوي قوي إن إحنا وإحنا من بداية أخذ التاريخ المرضي من بداية الهيستوري ده مهم، زي ما دكتور عماد بيقول الحالة ديت عملت جراحة، الجراحة دي استئصال كيس من المبيض، الزايدة قيصرية، فالجراحات دي أي فتح بطن بيعمل التصاقات، والتصاقات ممكن تبقى حوالين الأنابيب والأنابيب تتشد نتيجة التصاقات بعيد عن المبيض. تمام؟ displaced طبعا. في تاريخ مرضي لولادة، في تاريخ مرضي لسقط إجهاض ودخل ميكروب زايدة لولب، كل دي نماذج مشهورة في المجتمع عن طريق التهاب أو عن طريق التصاق حصل في الأنبوبة، التهاب أو التصاقات حصلت حوالين الأنبوبة أثرت على الأنبوبة. وبينت في الأشعة بالصبغة findings يعني معطيات أو أحداث أو حاجات إحنا لقيناها في الأشعة بالصبغة بتقول أكيد الأشعة بالصبغة دي أكيد أكيد مش طبيعية. هي الصبغة مشت في الأنبوبة وخرجت منها، بس الأنبوبة دي مسارها فين؟ هل هي pulled up مرفوعة كده لفوق زي الشنبات كده تمام؟ ولا هل الصبغة لما خرجت من الأنبوبة خدت وقت أطول؟ ما هو المفروض مركز الأشعة بتعمل كذا صورة، والمفروض بشوف أنا التوقيت بتاعة الصورة دي ما بينها وبين الصورة اللي بعدها قد إيه، واحسب الفترة اللي خدتها السبعة عشان تخرج من الأنبوبة. هل في علامة مشهورة قوي اسمها انترافازيشن؟ لا كده هنخش وهنخرم طب خالص. فأنا قصدي أكلم حضرتك يا دكتور أيمن إني كتير على فكرة احنا أكتر برنامج في العالم بيتكلم بتفاصيل، ده حتة جامدة الانترافازيشن دي. أنا لا أنا بقولك الواقع حتى بدون الدخول في الطب احنا أكتر برنامج لا ده حقيقي على مستوى العالم مش على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم بيتكلم بتفاصيل طبية in details. تمام. لأن احنا أنا بتابع الناس بتوع أمريكا لو اتكلموا مثلا في الأنابيب هيتكلموا لمدة دقيقة ونص أو دقيقتين بالكتير بالكتير ماكسيمم ست دقايق. تمام. والكلام كله هيبقى مختصر إيه إن شاء الله الأنبوبة ومش عارف إيه ممكن نقفلها ممكن نستنصلها خلاص والتي بي يتكلموا شوية وبيهتموا بالحاجات الأتراكتيف للناس يعني يقول لك إيه دي بتشرب شيشة فيقعدوا بقى يجيبوا قصتها من الأول بتشرب شيشة والشيشة جابت لها تي بي وتبقى رغم إن ده غلط على فكرة ده تي بي الأنبوبة مش هو تي بي كياس تنفسي بالزبط. بس يعني ايه قصه كده تمام. فعشان كده بقول لحضرتك ان في فايندنجز او معطيات بنشوفها في الفيلم على الاشعه بالصبغه نقول الاشعه بالصبغه دي مش طبيعيه. ولما تكون الاشعه بالصبغه مش طبيعيه يبقى لازم نتجه اتجاه اخر، هو كيف نتعامل مع هذه الانابيب. وهنا في حجرين زاويه هيطلعوا في التعامل مع هذه الانابيب، الحجرين دول
لو الدكتور عماد ينوه عنهم وانا هتكلم عنهم. حجرين زاويه. حجرين زاويه. هو عارفهم دكتور عماد طبعا. اه المفروض يعني. اغششهم. موجودين في مركز الرياضي يعني. انت حاطط الحجرين في مركز الرياضي. في حجر كده وحجر كده. اه تعبيرات ادبيه. خلي بالنا واحنا رايحين للدكتور عماد والدكتور هشام، انا برضه من خلال كلامي معاك الكتير بدات افهم انه انابيب فالوب دي حاجه مسار خناقات، يعني مش مسار خناقات، مسار حيره كبير. بيبقوا اثنين قرايب داخلين، دي عندها انابيب فالوب فيها مشاكل، ودي عندها انابيب فالوب ده يتقال لها كلام، ودي يتقال لها كلام تاني خالص. صح مظبوط. فتعال نروح للدكتور عماد، قول لنا بقى ايه هم حجرين الزاويه. الزاويه هو حضرتك الانبوبه ملتصقه ولا الانبوبه منتفخه؟ هو دول الحجرين. التعامل معاهم. التعامل معاهم. التعامل معاهم ازاي بقى؟ التعامل معاهم. ما هو الانبوبه ملتصقه، يبقى احنا بنتكلم في ان احنا هنعمل ايه؟ ان يبقى غالبا العلاج بتاعها طبعا الحل الاكيد اللي هو المنظار. ان احنا نحتاج نعمل منظار بطن للسيده علشان نفك الالتصاقات ونحاول نرجع الوضع التشريحي السليم للانبوبه، فبالتالي تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها. طيب الأنبوبة دي منتفخة أو فيها ارتشاح، يبقى الأنبوبة دي مش هينفع يحصل معاها حمل لا عن طريق الحقن المجهري ولا الحمل التلقائي نفسه، هيبقى فيه صعوبة أنه يحصل، فبالتالي الأنبوبة دي لازم أن هي تتفصل عن الرحم. وهنا يجي السؤال، الأنبوبة هتتفصل ولا هتتشال ولا هنحط عليها زي ما نخش بيقول كليبس كده وخلاص، ولا هنحتاج ان احنا نقفل الانبوبه دي عن طريق المنظار الرحمي من تحت، مش هيبقى عن طريق منظار البطن. هنا بتيجي الاختلافات بين الحالات وبعضها. طبعا احسن نتيجه لو الحاله سنها صغير، مخزون المبيض بتاعها كويس، يبقى احسن نتيجه بالنسبه لي ان انا لو الانبوبه فيها انتفاخ او ارتشاح انها تتشال. طيب لو الانبوبه لو الحاله سنها كويس بس مخزون المبيض بتاعها يعني على الابر نورمال او اباف نورمال بحاجه بسيطه، يبقى انا دلوقتي كل اللي محتاجه ان انا هفصل بس الانبوبه مش هشيلها، لان ده طبعا عارفين الدوره الدمويه اللي راحه للانبوبه وللمبيض بيبقى فيها اشتراك، وممكن واحنا بنشيل الانبوبه ناثر على الدم اللي واصل للمبيض فياثر على استجابه السيده بعد كده للمنشطات العاديه عشان ياثر على فرص الحمل التلقائي او فرص الحمل عن طريق الحقن المجهري. حاله عندها تاريخ مرضي كتير لفكره ان هي عندها جراحات سابقه كتيره في البطن، وهيبقى فيه صعوبة ان احنا نفصل الانبوبة عن طريق منظار البطن، فاحنا هنقفل الانبوبة عن طريق المنظار الرحمي من الداخل، مع التنويه على السيدة، وده احنا بنقول لكل الناس اللي عندنا ان احنا عندنا نسبة 15% من الحالات اللي بنقفلهم عن طريق المنظار الرحمي ممكن الانبوبة ترجع تفتح تاني، علشان كده ده اجراء يعني وقتي، حاجة زي ترانزيشن بنجهز الحالة فيه ان هي تخش على الاجراء اللي بعده اللي هو الحقن المجهري. يفضل اخر حاجه الانبوبه اللي هي جت في الاشعه الصبغه مسدوده ما بتعديش الصبغه، وهنا الحمد لله الحمد لله احنا الحاجات دي احنا الحمد لله كويسين فيها هنا عندنا في مراكز الرياض، ان احنا بنعمل حاجه اسمها تسليك لقنوات فالوب عن طريق استخدام المنظار البطن ومنظار الرحم الاثنين في نفس الوقت، وبنقول النسب اللي هي موجوده في الكتاب ان السيده اللي بتعمل الاجراء ده بنسبه 70% بعد ما كان عندها انسداد في قنوات فالوب بيبقى الحمد لله الأنبوبة بتفتح، وبيوصل نسبة الحمل فيها لـ 40% في الأنابيب اللي كان بيتقال لها إن هي ما عندهاش فرصة فيها خالص للحمل. يبقى المنظار المنظار المنظار. دكتور هشام بقى يكمل. تمام. ما شاء الله. زي ما قال دكتور عماد كده، الحجرين الزاوية اللي هم مين؟ المنظار والحقن المجهري، بس المنظار هو ليه الدور الأكبر في التعامل مع الأنابيب. مهم أول لما بنقيم حالة تأخر الحمل، مش بس الأنابيب، الأنابيب دي ومعطيات تانية، فترة الزواج، فترة تأخر الحمل، سن الزوجة، مخزون المبيض، حالة الزوج، كل ده بنحطه في الاعتبار وإحنا قاعدين في الميديكال كوميتي في اللجنة الطبية، وإحنا بنحط خط العلاج للزوجين دول. لما بيكون سنها نسبيا أصغر، عندها مخزون مبيض كويس، فترة الزواج مش طويلة، الزوج طبيعي، يبقى ده لازم نمشي ورا سكة إن إحنا نصلح الأنبوبة ديت، التصاقات حواليها نشيلها، انسداد زي ما قال دكتور عماد، عندنا الحمد لله نتائج كويسه جدا لما يسمى بتيوبال كانيوليشن، تسليك الانابيب. تسليك الانابيب مش بفكره السباك اللي بيمسك سيخ ويقعد يسلك البلاعه، لا اكيد.
لكن بفكرة منظار بطن ورحم بأساطر مخصوص معمولة للإجراء ده. الأساطر دي بنتعب عشان نجيبها من بره طبعا، بس الحمد لله الحمد لله عاملة نتائج كويسة جدا جدا، وناس كتير ربنا شاء وجعل الإجراء ده سبب إن الأنابيب فتحت فعلا وحصل حمل. وإحنا بندي فرصة 6 شهور. والله يا دكتور أيمن ساعات في حالات ببقى يعني فرص الحمل فيهم بعد خطوة تسليك الأنابيب يعني قبل التسليك تكاد تكون معدومة، بس بعد التسليك انت بتوقع ان حمل يحصل، بس يعني مش كل الحالات 70%، في حالات اقل شوي سبحان الله سبحان الله بيحصل حمل. تمام، فانا قصدي اقول ان الاجراء المنظار وفتح الانابيب ده مفيد جدا لبعض الحالات. طيب الحالات التانية اللي هي عندها سنها كبير، مخزون المبيض بتاعها قليل، الزوج فيه مشكلة، لا يبقى ساعتها لازم يخشوا على الحقن المجهري. طيب حتى لو الامور كلها طبيعيه، حتى لو الامور كلها يعني حتى لو الانبوبه كلها طبيعيه ما فيش مشاكل تانية، يعني الانبوبه مفتوحه وشكلها طبيعي، لان للاسف في جزء في الانبوبه اسمه الاهداب، ده الجزء الوحيد اللي احنا ما بنشوفوش في الانبوبه. ايه الاهداب دي؟ مش الصوابع اللي بتلقط البويضه، لا دي اللي جوه الانبوبه، ده المبيض ودي الانبوبه، الانبوبه دي فيها اهداب عشان لما الصوابع الفيمبريا تلقط البويضه يبقى الاهداب دي تزقها جوه الانبوبه وتوصلها للرحم. الاهداب دي مفيش مجال ان احنا نشوفها، ولا ليها فحص ولا ليها تحليل ولا ليها اي اجراء. في فيديو على فكره انيميشن للاهداب، الاهداب عشان الناس تتخيل، عامله زي الفيلفت لايك، عامله زي بالظبط القطيفه، القطيفه هي اللي شفناها زي القطيفه بالظبط كده. يعني اهداب هي دي المشكله، ان احنا ما نقدرش نشوفها ونشخص المشكله في بتاعتها بالاستبعاد. يعني ايه بالاستبعاد؟ عملنا المنظار ولقينا كل حاجه طبيعيه والانبوبه شكلها من بره طبيعي وكل والزوج طبيعي وسنها كويس ومخزون المبيض بتاعها كويس وما حصلش حمل 6 شهور بعد المنظار، يبقى احد الاسباب المتهمه في تاخر الحمل في الحاله دي هو الاهداب. عامل بالظبط زي لما يعني حد يتجوز واحده ملكه جمال، دي الصوابع مش الاهداب، الفيمبريا دي الفيمبريا فيلم طويل او لو مشوا شويه هنشوف بقى الايه الفيلم كله والبويضه ماشيه وبتاع. أيوة وهتدخل دي الفيمبري هي ماشيه اهي، أيوة هتروح ماشيه جوه بقى البويضه الصوره بقى تدخل كلوز اب جوه بالظبط في ثانيه بقى يا سيدي بص اهي اللي تحت دي ما بتبانش بالعين، دي ما بتبانش بالعين ولا بتبان بالمنظار لانها موجوده جوه الانبوبه. دي تشخيصها زي ما قلنا بالاستبعاد، عامله زي ما حد يتجوز واحده في غايه الجمال ملكه جمال، هل ده ضمان انها هتخلف؟ لا مش ضمان. الاهداب برضو كده، مش معنى ان الانبوبه من بره شكلها سليم يبقى الاهداب اللي جواها سليم. فعشان كده بنقول ان المنظار هو الاساس، بس المنظار لو اتعمل وسلكنا الانابيب وما حصلش حمل لمده 6 شهور بعد المنظار يبقى ساعتها المشكله في الاهداب، ويبقى الحل ساعتها هو الحقن المجهري. عشان كده بنقول هو في حجرين زاويه للتعامل مع الانابيب، المنظار والحقن المجهري. واحيانا في احوال معينه زي ما قال دكتور عماد لما يكون في ارتشاح في الانابيب يبقى هنعمل الاثنين مع بعض، بس مين الاول؟ المنظار عشان نقفل الانبوبه او نشيلها وبعد كده نعمل الحقن المجهري. عشان كده انا صدقت لما قلت ان الانابيب في قرارات علاجتها علاجها ممكن جدا تحير اي بقى عيله، لان انا دلوقتي بقى في مرضى كتير بيتكلموا معايا وبتاع، فبلاقي تدخلات مش من ناس مش دكاتره، ده حقيقي ترعب يعني. تلاقي واحده تقول لها احنا هنعمل لك فصل الانابيب، واحده ثانيه يقول لها لا ده هنعمل لك تسليك للانابيب، واحده ثالثه نقول لها احنا مش هنقرب خالص من الانابيب، الانابيب تمام وهنعمل لك حقن مجهري او هنعمل لك كليبس يقفل بس عليها. صحيح. الكلام بتاع النهارده يفهمنا انه العلم مش تناول خبرات، مش تداول خبرات، عمره ما كان تداول خبرات. تمام. ده العلم، ده دراسه عميقه جدا لواحده من حتت التاخر اللي جابه هي الانابيب الخاصه او انابيب فالو. هنروح لمركز الرياض نستمتع بالتجربه الناجحه الجميله ونستكمل حوارنا الممتع. اكيد ضيفي العزيزين طبعا القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب جامعه القاهره، كان يعني منيرا معنا اليوم ومبدعا كعادته. والنهارده طبعا الاستاذ الدكتور عماد درويش زميل الكليه الملكيه البريطانيه لامراض النساء والتوليد كان معانا، وما شاء الله الدكتور عماد صاروخ صاروخ سمع علينا صاروخ. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. وكان زمان الحمى
أو أم الراجل عشان تختار لابنها عروسة لازم تختبر سنانها. تعالوا نشوف مع بعض مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم بكادي. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بك يا دكتور أيمن. إيه رأيك في المشهد الكلاسيكي ده؟ أنا موافق جدا على الكلام ده طبعا يا دكتور أيمن. خلي بالك يا دكتور أيمن، الاهتمام بالأسنان بيدينا فكرة عامة بالاهتمام بالصحة. يعني اللي بيهتم بأسنانه معنى كده إن هو بيهتم بأكله، بيهتم بقلبه، بيهتم بكل حاجة في جوانب صحته. والفم هو المدخل الأساسي لجسم البني آدم. يعني أنا عندي أسنان كويسة يبقى أنا باكل كويس، ما عنديش أي مشاكل في الجسم. أنا عندي أسنان مش كويسة معنى كده إن أنا عندي في هايجين مش كويس، يعني في بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده. معنى كده إن أنا باكل بطريقة مش مظبوطة بتنزل في البطن تعمل لنا مشاكل في الهضم. معنى كده إن أنا البنيان الجسم كله تهد لو الأسنان مش مظبوطة. فأنا موافق جدا طبعا على الكلام ده، ولازم كان الاختبار ده يكمل لحد دلوقتي طبعا. لا هو على فكرة ماشي في يعني في البلاد الأرياف في البلاد الريفية والقرى بيعملوا الحركة دي. طبعا بيعملوها بس بيعملوها بحرفنة يعني، لكن هي بتتاخد وبتتعمل والحقيقة مؤثرة وصحيحة، وساعات بتبقى النتيجة عكسية، تيجي البنت تكسر الحاجة سنتها تتكسر، جوازة تبوظ. مش جوازة بس. جاهز للأبيض والأسود والرمادي؟ يلا بينا. ده في أفلام وفي فوازير، ده قصص كتير. لا لا لا، في موال جامد. تعالوا نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الإنسان بيمشي في حياته رحلة، عايز أقول لك إنها رحلة أشبه بتحدي الزمن والمحاولة للحفاظ على إن أسناننا تبقى كويسة، لكن الزمن قاسي طبعا. الزمن يسوس سنانك، الزمن يكسر سنانك، الزمن يصغر حجم السن، الزمن يفقد السنان. في النهاية المحصلة إنه الإنسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات يلاقي الزمن نال من أسنانه بطريقة واضحة. كلام ضبط ولا سوء؟ والله هو يعني خلينا نعتبره الماضي، لأن لو الإنسان بيهتم بأسنانه جيدا، لو هو مواظب على زيارة الطبيب، هو هيقدر يحافظ على أسنانه مدى الحياة. ولو خسر سنانه في فترة من الفترات نتيجة مرض هو مش بإيديه، طبعا احنا ضغوط الحياة كتير جدا، فالسكر والضغط بقى الأمراض بتاعت الشعب المصري كلها، ولو هو ما كانش عارف لفترة فبقى uncontrolled يعني بقى يوصل لأرقام كبيرة، هيبدأ يخسر سنانه. بس خلينا نقول إن التكنولوجيا والمهارة والتكنيكس الحديثة خلت إن البني آدم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد آخر عمره. يعني مثلا احنا عند زي ما احنا شايفين هنا الراجل ده جه بالصحراء اللي احنا شايفينها فوق على الشمال دي، خليني اسميها صحراء، وده يعني مع كامل الاحترام، ان هو ما عندوش سنان، هو مش قادر يتعايش، هو مش قادر ياكل، مش قادر يتكلم، مش قادر يعيش سنه. احنا طبعا تدخلنا هنا اهو، بعد ما عملنا الاشعاعات بتاعتنا بدانا نزرع له الاسنان بتاعته، بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جواه الاسنان بتاعته. زي ما احنا شايفين الصوره اللي تحت على اليمين دي الزرعات بعد ما اتحطت، بعد ما الزرعات دي اتحطت قدرنا نحمل عليها الأسنان وخرج بالمنظر زي ما احنا شايفين فوق على اليمين المتميز الكلاسيكي طبعا الطبيعي الناتشرال كل حاجة. وده خلي بالك احنا هنا احنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثة خلت مفيش حاجة اسمها عمر في القصة دي ولا حاجة اسمها أمراض. يعني احنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فترة من فترات uncontrolled، هو اللي خلاه يوصل للمنطقة دي، وقدرنا ان هو دلوقتي بعد ما ظبط سكره ان هو يعيش حياته الطبيعية. برضو زي ما احنا شايفين البق فاضي خالص مفيش اي اسنان، وده برضو كان نتيجة سكر وعدم اهتمام بالاسنان والكلام ده كله، وقدرنا ان احنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي احنا شايفينه تحت. ده صورة الزرعات اللي فوق دي، ده الجسم بتاع الزرعية اللي هو بيبقى جوه الفم، ده بنسميها الاباطمنت، ده اللي بيتحمل عليه التركيبة بعد كده. نقدر نقول انه العلم نال مما نال منه الزمن طبعا، استطاع أن يسيطر على أفعال الزمن بشكل كبير جدا. زي ما احنا قلنا أي بني آدم من حقه أنه يقعد بسنانه طول حياته. برضو البي آر إف دلوقتي مهم في الزراعة طبعا طبعا طبعا، ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعية في حالة أن احنا مفيش عندنا عظم. عظيم. هروح للأفلام بقى، تعالى بقى أشوف بقى أوريك الأفلام بقى الجميلة بقى.
مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ مين اللي اقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ الدكتور اللي هو بيجي له المريض بعد ما يعمل اشعه مقطعيه بيلاقي الجيب الانفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا، فبيقدر يرفع الجيب الانفي ويحط زرعته في امان وسلام ومفيش اي مشاكل دون وضع في الاعتبار اي مشاكل مقابلاه. عظيم. مين اللي تقول انه عمل ارتكب الجريمه الكامله؟ الجريمه الكامله دي لسه كانت عندي الاسبوع ده. جالي مريض سنانه كانت، هو بيوريني صور قبل ما يشتغل، سنانه كانت مرصوصه وجميله جدا. يعني كل التجميل اللي فيها محتاج يا اما يعمل شويه تبييض او يركب فينيرز اللي هي العدسات الخزفيه عليها وخلاص خلصت القصه. جه الدكتور قام جاي طخ 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 حضر السنان كلها وبدا يعمل عليها تركيبات ثابته. المشكله مش كده بس، ان هو عمل علاج عصب تحت الاسنان دي كلها، يعني هو اقنع المريض ان هو يعمل له علاج عصب في اسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات. الدكتور ده اساسا مش دكتور علاج جذور. فالنتيجه كانت ان علاج العصب مش معمول مظبوط. فالنتيجه كانت ايه؟ المريض جاي لي وشه قد كده اهو. فطبعا دي جريمه كامله من كل النواحي. ملتهب. ايوه طبعا. دي كده عامله زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص، بيت حلو خالص وحش اقترح عليه، لا ده حد اقترح عليه قال له لا لا ده بيتك ده وحش نهده ونبنيه تاني مثلا. حلو كلام، راح هدده له ومش بناه له بقى، ده عمل له كارثه. طب يعني مفيش بنى اساسا، يعني لا اساس ولا بتاع، عملوا له كده راح واقع. هو بوظ السنان كستراكشر من بره وكشال العصب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، فالسنه خلاص. وغير كده عمل انفكشن تحت السنه، فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايظ وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره. هنا يعني ده الفيلم الجريمه الكامله، بس شارك المريض فيها لانه وافق. طبعا انا موافق. طبعا طبعا في ان انا اعمل حاجه بيرفكت قوي. طب انت بيرفكت؟ لا ده قوي، انا عايز القوي قوي. ما انت مش عارف ايه هو القوي قوي ده. هو احنا هنا هنقول عليه ان هو مشارك في الجريمه بس بنسبه قليله، ان هو مش فاهم برضه. المريض ده مريضه ولا مريض؟ مريضه. مريضه. طيب عليا انا عارف انها كانت مريضه. المشكله برضه عارف ليه ايه يا دكتور ايمن؟ ان الدكتور اللي عمل علاج عصب للاسنان دي كلها، طبعا ده حاجه اجريسيف جدا ودي جريمه يعني كبيره جدا، هو عمل كده ليه؟ هو عمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبه مش مظبوطه، لما يجي يركب حاجه مش مظبوطه بتسرب حاجه، المريض ما يقولوش الساقع والسخن بيوجعني. لان معنى كلمه الساقع والسخن بيوجعني ان التركيبه مش مقفوله، ومعنى كلمه التركيبه مش مقفوله معنى كده ان هيخش جوه بواقي اكل وبواقي عصاير وشرب والكلام ده كله، هتسوس السنه اللي تحتيها وتبوظها. لا دي مش جريمه كامله، ده خطه. دي جريمه نازيه. يعني دي كارثيه. طب لا عرفني مين ده بعد الهوا عشان بعد الهوا هروح له. هروح له يعني هروح، انا اكيد ما اعرفوش بس هروح له هجيبه. يعني خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ طيب يعني في هنا كذا كذا متهم وكلام فظيع. يعني من يروج إنه التركيبة أفضل من الزراعة؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني إن هو متهم، لأن في بعض الأحيان الصغيرة بنضطر إن احنا نعمل التركيبات. زي ايه مثلا؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعيه لان هي هتفيل، لكن لو مظبط السكر طبعا هنقدر نحط له زرعيه، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا، زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما، كل ده هيساعد على ثبات الزرعيه. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها. فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني، لان هو كان هيحط له زرعيه اللي هي هتحافظ على العظم بتاعه، هتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا، احنا عندنا السنتين الاماميتين او لا، هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا، بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه، فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب دي زرعيه فوريه. زرعيه فوريه دي المريض يقدر لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا، نقدر نخلع ونحط مكانها زرعيه في نفس الوقت. ونركب السنه في نفس الوقت، المريض بيخرج بالسنه بتاعته. فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا، لو في حاجه، لو في سنه هوبلس خالص، هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا،
انا مع تفكير في خلعها لازم اكون بفكر ان انا هزرع الايميديت امبلانت دي. اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ لو كان عدد الاسنان المفقوده كبير تجميل التركيبه هتكون هي الحل في هذه الحاله او في حاله فقد اسنان كتير. دوام ولا شك ولا يقين؟ لا هو يعني لو احنا ما فيش حاجه تمنع من الامراض اللي هي امراض الدم اللي هي انكنترول والكنترول دايابيتس او عنده هشاشه عاليه مثلا في العظم، لا يبقى الحل الامثل هي الزراعه طبعا، لان الزراعه هي اللي بتحافظ على العظم، بتحافظ على ثبات الاسنان اللي حواليها، بتحافظ على الرصه. بينما لو هو كان عنده مشكله من المشاكل دي بنبدا نتدخل بالتركيبات الثابته زي ما احنا شايفين في انهيار في الاسنان الموجوده فوق، ده ما حصلش فقد، لا ده هنا السنان اتكسرت، فبنبدا نبنيها مره ثانيه ونبدا نحمل عليها التركيبه الثابته تحت. طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط، بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا، واللي بينقل بعد كده للسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجوده تحت دي. البي ار بي دلوقتي تقنيه رائعه جدا لضمان نجاح عمليات الزراعه. انا موافق جدا. البي ار بي من اهم مميزاتها الجروس فاكتورز اللي فيها، اللي هي عوامل النمو، عوامل النمو فيها وعوامل الهيلينج اللي هي الشفاء فيها. ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا على تحفيز العظم ان هو يبني، بيساعدنا على تحفيز الانسجه ان هي تبني. زي ما احنا شايفين هنا اهو في اللقطه اللي في الاشعه اللي فاتت، الزرعات بتاعتنا العظم حصل له نمو كامل ده في خلال 3 اسابيع، ودي نتائج مش موجوده، يعني ما كانتش موجوده قبل البي ار اف. حصل كومبليت هيلينج للعظم حوالين الزرعيه. فطبعا ما اقدرش استغنى عن البي ار بي والبي ار اف. البلازما عامه بالمستخرجات بتاعتها ما اقدرش استغنى عنها. عندي بقى فوازير مهمه قوي. فوازير، استنى بقى ملاقي لك فزورتين حلوين كده. عجبني اللعب ده. لا لا لا، ده الفوازير حلوه قوي. الفزوره الاوليه ماده. ماده. الماده دي يعني مشهورة جدا ومعروفة جدا، ناس كتير يمكن ما اجي اقول له مادة كذا في الاسنان ما يقولش غيرها، يعني هي مادة واحدة بس الناس عارفاها، كلاسيكيين وقديمة من زمان قوي. المادة دي ما اعرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه. انا قصدي على انهي مادة بقى؟ اول حاجة قصدك على التيتانيوم. ايوه التيتانيوم. ايوه بتلاقي ايه بقى التيتانيوم؟ التيتانيوم هو الجسم بتاع الزراعية. هو الجسم بتاع اي بروسيسز عامه. ليه؟ لان هو بيحفز العظم ان هو يبني عليه. هو ازاي اكتشفوا اساسا ان التيتانيوم ده هينجح في زراعه مثلا الركبه، مفصل، زراعه اسنان، الكلام ده كله؟ كانوا عايزين يشوفوا الدوره الدمويه بتاعه ارنب. فزرعوا كاميرا صغيره محطوطه في هاوزنج او محطوطه في غلاف معمول من التيتانيوم. لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده. فمن هنا بدات السكه دي كلها، البرانش ده كله اللي هي الاستعاضه مستخدمين التيتانيوم. هم لقوا ان العظم بيحب التيتانيوم. بالظبط كده. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه، ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه وفتله من الانسان. هي طبعا بي ار اف. طبعا ايوه طبعا. ايوه سهله قوي طبعا. دي محبوبه الدكاتره. يعني اصل دي يعني سهلت كل حاجه. قصرت الوقت في كل حاجه، عملت النتائج المثاليه. انا باخد من جسم البني ادم حاجه بتاعت البني ادم بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا. رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي. الحقيقه انا بستمتع بحوارك جدا، حوار سلس، ومستمتع بقى ان انا جبت لك الافلام والفوازير لان دي طلعت ملفات واضح انها بقت تبقى كتيره عندكم. ملفات عار، ملفات جريمه كامله، ملفات منسيه، ملفات مهمه جدا. وبيعجبني فيك ان انت بتحكي بقى القصه بدقه، يعني ده انت بتيجي، واعتقد في المرات الجايه بقى كل ما تيجي في ايدك جريمه تقول بقى خليها يا عم دي كده. خليها ليوم الاثنين الجاي نحكي فيها. انا عاجبني جدا شكل البرنامج بالفوازير والاسئله دي، ده بيخلي فيه حركه جامده
بيننا وبين بعض يعني. لا لا ولسه ما جاي لا لا واللي جاي احلى. لا ولو والانتروهات والحاجات اللي بتبقى في اول واحنا بنعمل بنحاول ان احنا. وعايز اقول كمان ان الاعداد ابديتد جدا، هو فاهم طبعا. كان عاجبني ان هو بيتكلم على البي ار اف. بي ار اف في دكاتره فعلا كتير ما يعرفوش يعني ايه بي ار اف. زي حاجه يعني ذا موست ريسنت استخدام البي ار اف في الزراعه، في دكاتره كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده. فما شاء الله انت نورتنا واسعدتنا. وانا دايما بقول دائما يعني كل اسبوع وكل يوم بتثبت لي ان اسم يضع بقوه مكانه كبيره بين الكبار في عالم الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. هي منشط جنسي ولا مقوي جنسي؟ الادويه دي ما فيهاش ادمان يا فندم، ما فيهاش ادمان تماما. الادويه دي ليها طريقه انك ازاي تاخدها، انت ما عالجتش السبب فحصل انه بعد شويه الاستجابه ضعفت. الحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجا لها في حال ضعف الاستجابه على المنشط الجنسي. لو مريض عنده تليف بالغضيف، تليف شديد، الدعامات الهيدروليك برضه صعبه فيه، فبالتالي بنتوجه اكتر ناحيه الدعامات المرنه. اكثر شهره في العالم، قصه مثيره جدا. هذه الادويه اللي هي موجوده باسماء تجاريه عديده، كانت تستخدم او كان تصنيعها في البدايه للاستخدام للتعامل مع مشاكل الشريان التاجي، مشاكل الشريان التاجي القلبيه. وكالعاده كانت وايضا ضغط الدم المرتفع. كان في ما يسمى باساليب علاجيه معينه، معروف جدا انه اي دواء في الدنيا بيتم اختباره الاول على عينه بنسموها احنا التجارب السريريه، اللي احنا بنعرف نشوف عينه بنجرب عليها الدواء لفتره معينه وبنلاحظ الاثار الجانبيه. من ضمن الحاجات اللي اعتبرت في الوقت ده اثار جانبيه وطلعت هي الاكشن دلوقتي اللي خلت الدواء يتباع كاغلى كاكثر دواء مبيعا في تاريخ البشريه، هو زياده القدره الجنسيه. إن بدأت زيادة القدرة الجنسية تحصل، بدأ الدواء ده ينتشر جدا، والشركة المنتجة لهذا الدواء كسبت مبالغ مهولة تصل إلى أكثر من مليار دولار يمكن لغاية سنة أعتقد 2010 أو 2011. فالنتيجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إنه إحنا وصلنا إلى إنه هذا الدواء أصبح شديد الانتشار بأسماء تجارية كثيرة جدا كأسلوب علاجي للضعف الجنسي. لكن في حالات ممكن جدا ما تستجبش لهذه النوعية من الأدوية. السلندلافيل، الفوسفودايستيريز انهيبيتور، ده الأسامي العلمية ليها أو الشكل العلمي للأكشن بتاعه، بنسميهم إحنا ضعيف الاستجابة، ويقولوا على حالة ريفراكتوري غير قابلة للعلاج، رافضة للعلاج. أي حالة تديها دواها ما تستجبش نقول عليها احنا في الطب ريفراكتوري. فالبور ريسبوندرز او ضعيفي او ضعيف الاستجابه دول كيف نتعامل معهم؟ حوار لاول مره نثيره من هذه المنطقه المهمه جدا في سلسله شديده الاحترافيه شديده التوضيح والتفصيل للمنطقه الهامه في العلم اللي اسمها الضعف الجنسي. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور احمد عادل، اهلا بيك دكتور احمد. يعني دكتور عيني. الحقيقه ضعف الاستجابه قضيه علميه خطيره جدا. ما معنى ضعف الاستجابه؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور عيني في حلقات سابقه ان احنا حاليا في الفتره الحاليه دي بنسميها ايرا اوف ذا بور ريسبوندرز او عصر ضعيفي الاستجابه. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدات باواخر التسعينات، وصلنا لمرحله من الانتشار زي ما حضرتك ذكرت انها بقت patient to patient مش doctor to patient. يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريض، احنا وصلنا لمرحله ان الصديق بيوصفها لصاحبه، زملاء العمل، الناس اللي قاعدين على القهاوي، وده كان بيلعب دور كبير في النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي وسيله رشوه على فكره. بالظبط كده. انت عارف انها وسيله رشوه للاسف الشديد. فاحنا وصلنا لمرحله من الانتشار الضار. ليه؟ دايما في جمله انا باصر ان انا اؤكد عليها، الضعف الجنسي هو عرض لمرض. في بعض الأحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا إنها مرض إنهم مرضى سكر عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة. في ناس بتكتشف إنها مرضى بارتفاع ضغط الدم عندي وأنا دكتور أمراض ذكورة، لأنهم بيتناسوا إنه في أحيان كثيرة بيكون الضعف الجنسي ده هو بداية أعراض مرض آخر. ده اللي بيخلي في ناس كتيرة جدا أول ما يبتدوا يحسوا بأي تغير في أدائهم يبدأوا يلجأوا
لصيدلي قريب منهم، لصديقهم في العمل، او حد قاعد معاهم على قهوة، اعمل ايه؟ وبتبقى اسهل اجابة خد دي، خد دي. حتى وانا بقولها دايما، لو جابت نتيجة دلوقتي حضرتك بعد شوية هتفقد هذه النتيجة. ليه؟ لانك عالجت العرض مش المرض. انت كأنك واحد عنده صداع، بدل ما يدور على سببه خد مسكن، في الاول هيروح، بعد شوية مش هيروح. ده اللي بيخلي واحد يبدأ، ودي الجملة الشهيرة ده، هي ربع حباية. ما هي الربع ده بعد شوية هيبقى نص، هيبقى قرص. وبيجي لنا ناس وبدون اي مبالغه يا دكتور ايمن، 4 حبات في المره، 5 حبات في المره. بقول له يا فندم انت كده هتموت روحك، مش لانه، ودي نقطه في غايه الاهميه، في يعني اعتقاد شائع جدا عند كل الناس، الادويه دي يا فندم بترفع الضغط خالص، حاجه زي ما ذكرت بتؤدي الى انخفاض بضغط الدم. انت حضرتك تعرف في ادويه اللي فيها مركب النيتريت، هو ليه نيتريت كونتراندكيتد ما ينفعش يتاخد مع ادويه السيلدينافيل؟ بالظبط. لو انا خدت دوايين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. حضرتك لما هتاخد 5 حبات انت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم، قد يؤدي الى توقف عضله القلب. فبالتالي فكره ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك، ده اللي بيؤدي في النهايه على يعني احسن الفروض ان الحبات بطل تجيب نتيجه، ان ما كانش اخطر من كده. فهي دي اكبر مشكله بنواجهها حاليا، فكره انها بقت patient to patient، واحد بيدي لصاحبه واحد بيدي لصديقه. الادويه الخاصه يعني لو احنا اطلقنا عليها، هي منشط جنسي ولا مقوي جنسي؟ اصل منشط دي ما تستوستيرون يعتبر هرمون، يعني الجلوتروفين ريليزنج هرمون يعتبر منشط. السؤال ده يا دكتور ايمن بقى غايه الاهميه. يجي المريض والاقي ان هو مثلا عنده فرصه انه يجيب نتيجه على علاج، وابدا اكتب له علاج اللي احنا نذكر بعد شويه ان هو مش بس حبايه منشطه عند اللزوم. فالمهم ابدا اكتب له دواء بدون ذكر اسامي طبعا. الاقيه بيقول ايه ده يا دكتور، ده ما هو منشط، انا مش عايز منشطات، انا عايز علاج. ودي فرصه ان احنا نوضح للناس يا جماعه هو يعني ايه منشط. منشط يعني بينشط الدوره الدمويه الضعيفه اللي احنا شخصنا، لان دي النقطه الاهم اللي بنتكلم عليها دايما، التشخيص واهميته، اللي اثبت ان انت عندك قصور في هذه الدوره. فبالتالي انا محتاج اديك دواء ينشط هذه الدوره، فهو اسمه منشط لانه ينشط هذه الدوره. ده مش معناه انه مش علاج، ما هو يا فندم ده علاج، انت مرضك قصور في دوره دمويه، حله دواء ينشط هذه الدوره. فمنشط ده مش معناه انه ده مش علاج، المنشط هو علاج، لكن على شرط اكون في البدايه شخصت حضرتك وجه القصور فين. هل هو وجه قصور في دوره دمويه، شرايين ولا اورده؟ هل في مشكله في نسيج القضيب؟ هل عندك نقص في الهرمونات ولا لا؟ لانه دايما، ودي بيغفلها الكثيرون، ممكن تبقى مشكله حضرتك نقص مستوى هرمون الذكوره، الدوره الدمويه عندك ما فيهاش اي حاجه، ويبقى حلك حاجه اسمها تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، وده بيخليك تتنقل من حال الى حال. فالفكره انه دايما التشخيص هو بيلعب الدور الاكبر، واللي بناء عليه انا بدي حضرتك علاج كامل يخص الهرمون لو كان في نقص، وساعات حتى لو كان مستواه طبيعي بنسميه لو نورمال. ويمكن قدامنا دلوقتي صوره للتشخيص، ودي اتكلمنا عليها في حلقه سابقه، بيوضح انه دي صوره بتوضح تسريب وريدي، انه ضخ الدم جوه القضيب كويس، لكن للاسف ما بيقعدش فتره كبيره جوه القضيب وبيرتجع مره اخرى، فبيفقد المريض الانتصاب بتاعه. الحاجات دي في غايه الاهميه، لان دي اللي عن طريقها هرسم خطه العلاج للمريض. هل هو فقط محتاج دواء عند اللزوم، ولا في حاجه ديلي دوزنج؟ يمكن بره دلوقتي يا دكتور ايمن بقى في ريكومنديشن عالميه بعد سن الأربعين، حتى لو ما فيش شكوى من ضعف جنسي، حتى لو ما فيش شكوى، بناخد 5 ملغ تدلافيل، تدلافيل on daily basis كل يوم، حتى لو حضرتك ما ذكرتش ده برضو مشابه للسيلدينافيل ولا؟ مشابه للسيلدينافيل بس ليه مود اوف اكشن مختلف شويه، ان هو لونج اكتنج. فبناخد 5، يعني السيلدينافيل معروف ان هو بيقعد 4 ساعات ل6 ساعات. لا، التدلافيل ده بيقعد 36 ساعه. فبالتالي بره دلوقتي بعد سن الأربعين، حتى لو ما اشتكتش من وجود ضعف، انا بديك 5 ملغ ديلي كل يوم كحاجه وقائيه. فبالتالي التشخيص مهم، هعرف بيه وجه القصور فين، اوجه علاجي ليه. عارفين ان لعيبه الكره في الدوري الانجليزي كتير منهم بياخد سيلندلافيل، بيحسن الاداء الرياضي بالظبط اون ديلي بيز. ده بقى ريكومنديشن عالمي دلوقتي للرياضه بقى، بس دي مش دعوه مننا ان حضرتك يلا بقى على اقرب صيدلي وناخد كل يوم. لا عشان قصه مختلفه. بالظبط. انا بتكلم على انه قد ايه سيف، وقد ايه ليها استخدامات ثانيه كتير. بالظبط بالظبط كده. هيجي لك العيان عنده خلاص عدم استجابه زي ما انت قلت، طب هنعالجه ازاي؟ يعني خلاص انتهى، خبط في حيطه، ولا له اسلوب علاج تاني؟ تبدأ أولى خطوات العلاج بالتشخيص.
حضرتك انا هعمل لك مجموعه من الفحوصات هنعرف بيها الوضع الحالي عندك ايه، وجه القصور جاي منين، ثم نبدا خطوات العلاج بتاعتنا. وده يقودنا لنقطه مهمه جدا. في المرضى تيجي تقول بس انا سمعتك يا دكتور بتقول ان العلاج ثلاث مراحل، حاله علاج دوائي، حاله حقن موضعي، وتدخلات جراحيه. مش انا اللي بحدد ومش المريض اللي بيحدد، ده بيتم في اضيق الحدود. لكن اللي بيحدد هو طبيعه الحاله، اللي بيحدد هو وجه القصور ودرجته. بمعنى في مجموعه فحوصات بنعملها، يمكن اتكلمنا قبل كده على فحص البينايل دوبلكس، وقلنا قد ايه هو مهم وقد ايه مهم انه يتعمل بايد خبيره. ومشكلتنا الكبرى في هذا الفحص انه للاسف اغلب اللي بيعملوه مش فاهمينه، يعني خلينا نكتفي بكلمه مش فاهمينه يعني. فبالتالي الاهم هو ان انا اعمل لك مجموعه الفحوصات اللي هي مش بس كمان هرمون ذكوره، مجموعه هرمونات متكامله، سكر، حتى لو انت مش مريض سكر لازم تحلل سكر. في مرضى بيكتشفوا عندي في العياده انهم مرضى سكر، وفحص الدوبلكس ده. بناء على هذه الفحوصات هقدر اقول بالظبط انت درجه الضعف اللي عندك ايه، ثم تبدا خطوه العلاج اللي جايه. لو في فرصه لعلاج دوائي ما بيكونش مجرد قرص عند اللزوم، ده بيكون علاج دوائي كامل بنحفز بيه الدوره الدمويه، حاجات بناخدها كل يوم، حاجات بنحفز بيها مستوى الهرمون. في بعض الناس تقول طب افرض انا الهرمون عندي مش ناقص، هاخد برضه هرمون؟ اه طبعا، بس بدوز معين، بجرعه معينه، لانه في بعض الاحيان بيكون المريض الليفل بتاع الهرمون عنده طبيعي لكن محتاج اعلى شويه عشان نبدا نشوف اعراض اكلينيكيه احسن عن الموجود عنده. لكن طبعا مش كل الناس هتستجيب على العلاج الدوائي. فبالتالي بتوجد بقى المراحل الاخرى اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحقن الموضعي او التدخلات الجراحيه. ويمكن احنا الحقن الموضعي اتكلمنا عليه قبل كده ومعانا الصور الخاصه بالظبط كده، وعندنا الصور الخاصه بيه. الحقن الموضعي حل مشاكل ناس كتيره يا دكتور ايمن. في ناس كتيره كانت فقدت الامل وقالت خلاص طالما ان انا مش جايب نتيجه على الحبايه يبقى انا كده معليش اي حل، ومش عايز اعمل عمليه، يا اما ان انا خايف من فكره التدخل الجراحي رغم بساطته، او ان انا خايف من التكلفه بتاعته. الحقن الموضعي انقذ الناس دي، لان احنا بنتكلم على وسيله سهله فعاله، وتقريبا التكلفه بتاعتها تشبه بالظبط تكلفه العلاج الدوائي العادي. فالحقن الموضعي انقذ ناس كتير، وعشان كده بنسميه القديم الجديد. هو كان زمان موجود قبل ظهور المنشطات، ومع فقدان الفعالية عند قطاع كبير من المرضى رجع تاني يبقى حل لهؤلاء المرضى. فالحقن الموضعي واحد من أهم الحلول اللي ممكن نلجأ لها في حال ضعف الاستجابة على المنشط الجنسي. لكن يبقى أن الحل النهائي والجذري واللي بيخلينا دايما نقول بقلب جامد يعني أن الضعف الجنسي مرض له حل، هو وجود جراحات زرع دعامات القضيب، اللي هي الجراحات اللي بتشكل الحل النهائي اللي يخلي المريض يرجع له قوته الجنسية ويستأنف حياته الجنسية بكل نجاح. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة اللي بتسعدني جدا بحواره العلمي، بتسعدني بحوارك العلمي وبدقة توصيفك الرائع جدا، الأستاذ الدكتور أحمد عادل، مدرس واستشاري أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب قصر العيني، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية، صاحب الأداء العلمي الراقي جدا والمحدد جدا والواضح والأكاديمي جدا. خليكم دايما معنا سهلا. الحقيقة النهاردة موضوع مهم جدا، لأنه في كل عقل مصري وعربي محفور بعض الأفكار الثابتة حوالين العمليات التي تتعامل مع أفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة موضوع مهم جدا، لأنه في كل عقل مصري وعربي محفور بعض الأفكار الثابتة حوالين العمليات التي تتعامل مع العمود الفقري من انزلاق ظروفي وخلافه. وخليني أكلمكم بلغة بسيطة خالص. أي حد عنده مشكلة في العمود الفقري، المشكلة ممكن تعالج طبيا وممكن تعالج جراحيا. يعني المشكلة تصل إلى مرحلة أنه لا يمكن علاجها طبيا، ينبغي أن يكون هناك تدخل جراحي. تعالى أي واحد عنده أي مشكلة في ظهره قول له أنا هنعمل لك عملية جراحية، أول جملة هيرد عليك بيها هيرد عليك بجمل من نوعية ده خبر سيء، طبعا
عياط وبكاء وممكن كمان انهيار صدمة عصبية عند الناس اللي عندهم رباطة كأش شوية، انفعال نفسي، جمل بقى فيها توقع الأسوأ وإلى آخره. تحاول تقنعه إنه في انتقال رهيب في نوعية وأداء هذه العمليات الجراحية، وإن التكنولوجيا والمهارة في مصر موجودة مثلها مثل الموجود في أوروبا. ده مش من السهل يدخل في عقول كتير. في ناس اللي مرت بالتجربة أو حد قريب منهم مر بالتجربة عارفين ده ومصدقين ومؤمنين بيه جدا، لكن احنا علينا ان احنا ننشر هذا المعنى، ننشره بواقعه. كل واحد عنده تجربة عملية من العمليات دي لازم يكلم اللي حواليه عنها ويقول ان هو عملها بالشكل دوت وانها نجحت وانه قادر يمشي ويقف وسطيهم. فكرة الانسان اللي بيخبي النوعية دي من العمليات او يداريها او هو كويس فمش عايز يقول انه عملها وبقى كويس عشان العين، الكلام دوت على فكرة بيضر ناس كتير من اللي المفروض يتعمل لهم عملية ومترددين، أو بيلقوا بأنفسهم في براسن ما يسمى بالوهم الخارجي والخواجة أبو برنيطة، وبيروح في حتة ممكن يتنصب عليه أو يتعمل له حاجة مش جيدة على الإطلاق. المعنى دوت هطرحه على ضيف العزيز، وخصوصا أنه واحد من الأساتذة الكبار في هذا المجال، وطبعا واحد من اللي حملوا على عاتقهم شرح عمليات العمود الفقري بالتفصيل في الإعلام العربي، ورائد من هذا في هذه النوعية من الأحاديث، وأيضا على المستوى الأكاديمي والإكلينيكي حدث ولا حركة، فهو أستاذ الأساتذة وصاحب المهارة المتميزة مصريا وعربيا وعالميا، أستاذنا الأستاذ الدكتور يسري حميلي. أهلا بيك يا أستاذنا. أهلا بيك. منور الناس الحلوة. يعني المعنى قبل ما أدخل، المعنى اللي أنا قلته ده صح؟ حقيقة ده واقع. إن إحنا الناس اتعودت إنها تشوف عمليات العمود الفقري دي شبح كبير جدا، ودايما الإنسان لما ما بيعرفش حاجة بيخاف منها. يعني العرب سموا الجن جن لأنه حاجة مبهمة بالنسبة لهم، معنى الجن في اللغة العربية هو الحاجة المبهمة، وعشان كده عملوا له يعني 100 سيناريو للخوف والفزع. نفس القصة عمليات العمود الفقري كونها ليست مفهومة إلى حد كبير جدا عند كثير من الناس، كونها فيها كثير من الثقافات المغلوطة واللي مش مفهومة صح، كون في بعض الأمثلة من هذه العمليات مش صح وأمثلة مش كويسة، يعني كل ده بيساهم بشكل كبير جدا في أن الناس تحط صورة سيئة لعمليات العمود الفقري. إذن سنذهب في حوار مهم ومثير وشديد الأهمية عند اللي عندهم مشاكل في عمود الفقري هيهتموا، عند أقاربهم أعتقد إن هم هيحصل لهم النهاردة اكتفاء معلوماتي هام جدا، وخصوصا مع قمة علمية كبيرة. فنبدأ معه بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%، وأيضا بنتائج رائعة إذا تمت في مكان مجهز مؤهل يمتلك قدرة هذه العمليات. طبعاً أبيض. يعني هو جراحات محدودة التدخل عايز أقول إن اللي يتكلم عنها أو اللي يقول فيها هم الناس اللي بيعملوها، هم الناس اللي عندهم الإمكانات العظيمة لإجراء مثل هذه الجراحات. الجراحات دي جراحات عايزة جراح متمكن، ودايماً بقول يا جماعة الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل، يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ويقدر يستخدم تقنيات الليزر والجراحات الملاحية، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. أمال هو ليه بيعمل الحاجات دي؟ ده نوع من التطور في شغل، نوع من التقدم، نوع من التوفير على المريض في أشياء كثيرة جداً، ليس التوفير المادي ولكن التوفير الصحي. أنه هو بيعمل العملية بتاخد وقت قليل، المريض فترة النقاهة بتبقى قليلة، الأهم من ذلك أن المريض بيرجع بالجراحات دي إلى وضعه الطبيعي أقرب ما يكون إلى الطبيعي من أي جراحة تانية. طب ليه الناس بتنتقد الجراحات دي؟ كل اللي بينتقدوا الجراحات دي يقولوا أنها بتقتصر على نسبة قليلة، دول ناس عمرهم ما مارسوا هذه الجراحات. الكلام ده في غاية الأهمية. الناس اللي بتاخد العيان
تتفق معاه على عملية وتوديه أي مستشفى أو أي مكان غير مجهز من مصلحته أنه هو يقول الكلام ده ويعني يتكلم عن الجراحات دي وكأنها حاجة أقل من اللازم، يعني بيوصفها للمريض ده كأن المريض بيعمل عملية ناقصة مش كاملة. لو احنا بصنا في الفيديو هنا هنبص هنلاقي دول عمليتين جراحيتين لنفس الغرض ونفس السبب، انزلاق غضروفي مع توسيع القناة العصبية. لكن شوف هنا لما بنعمل عملية بالمنظار، شوف شكل الفتحة قد ايه، شوف شكل العملية قد ايه، شوف المريض بيفقد أنسجة أو اختراق الأنسجة الطبيعية اللي ربنا عملها والتغيير فيها هنا قد ايه وهنا قد ايه. طبعا الجراحات بالمنظار بتقتصر على ان انا اتعامل مع المرض فقط لا غير دون ان احدث اي تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. وبالتالي انا لما اطلع من العمليه اجريت عمليه استأصلت الغضروف زي ما احنا شايفين، فقط الغضروف من غير ما اشيل عظم من الظهر، من غير ما اقلل كفاءه العمود الفقري، المريض ده هيطلع يتحرك، هيطلع من العمليه أجرى العملية وكأنه لم يفقد أي شيء. وبالفعل هو لم يفقد أي شيء من الحاجات الطبيعية اللي ربنا عملها، وبالتالي هيطلع يتحرك بسرعة، هيعمل كل حاجة، مش هيبقى عنده قصور في الحركة، مش هيبقى خايف يوطي، مش هيبقى ممنوع يوطي، ولا في كل حركة محتاج يلبس حزام و إيه الفرق؟ إن دي جراحة مكلفة، جراحات محدودة التداخل بالمناسبة من الجراحات المكلفة جدا، عايزة إمكانات عالية، عايزة مستشفى مجهز من نوع أكثر، وهي تجهيزاتها واستهلاكاتها أعلى بكثير جدا من الجراحات العادية. بس الصلاح المريض في النهاية طبعا. الألم العمود الفقري أصبح الآن من أمراض العصر وبينافس دلوقتي السكر والضغط، لأنه كل الناس بتعاني منه بسبب عادتهم اليومية اللي بيمارسوها كلهم. الكلام طبعا أكيد أبيض طبعا. هو مرض العصر، لأن احنا كل ما بنتحرك للعصر الميكنة والتكنولوجي اللي هو ان احنا بنعتمد في كل حاجة على حاجات بتنقلنا، حاجات بتحركنا، ما بقيناش بنستخدم ما بقيناش بنمشي، بقينا بنركب العربية، يعني اعتمادنا الكامل على الآلات خلى البنيان الجسماني للإنسان بشكل عام أقل كثير جدا مما سبق، وفقدنا لبعض العادات الصحية زي المشي والرياضة وعدم الاهتمام باللياقة بسبب رتم العصر وسرعته وعدم الفراغ، كل ده أدى إلى أن المشاكل في العمود الفقري تكتر وبالتالي الأمراض تكتر. بما أنك دائما كأستاذ جامعي يعني لك تاريخ طويل جدا، تمتلك كمان النظرة الحامة للحدث وللواقع في محيط أعمال المخ والأعصاب في المجال العام والخاص، وكان بيعجبني دائما نقدك للخطأ، فأكيد منطقة المتهم والجاني والبريء معك هتبقى ممتعة. نذهب إلى المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ من ينصح المريض؟ من ينصحه ويثمن له ويعلي من قدر الطريقة العادية أو الأساليب العادية على المنظار في علاجات أو جراحات العمود الفقري؟ تصنفه حضرتك متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده جاني طبعاً، جاني على نفسه وعلى المريض. ليه جاني؟ دايماً العلم يحب الناس اللي بتتعمق فيه، ودايماً يعني بيقولوا من قال لا أعلم فقد أفتى. اللي ما يعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل، الجراحات بالمنظار، اللي ما بيستخدمش تقنية الميكروسكوب في العمليات الجراحية حتى هذه اللحظة، وأنا بتكلم على جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري وهو تخصص شديد الدقة، تخصص حساس جدا، اللي ما يعرفش يستخدم التقنيات دي في المجال ده ما يتكلمش في المجال ده، لأن المجال ده بيضرب به المثل في الدقة العالية طبعا دايما، يعني لما حتى كان في السينما في السينما في الحروب لما كانوا يتكلموا عن حرب العراق وازاي يبقى فيه قنبلة نازلة في المنطقة، ازاي في نيران صديقة، قال لهم يا جماعة وي دونت دو برين سيرجري، احنا ما بنعملش عملية في المخ. ده معناها ايه؟ ده معناها ان احنا لما بنتكلم عن عمليات المخ، عمليات العمود الفقري، عمليات خاصة بالحبل الشوكي، انت بتتحدث عن دقة متناهية، المليمتر يفرق معانا.
حتى في السينما، السينما نفسها لما بيوصفوا حد في السينما بالدقه في اي شيء من الاشياء يقول لك كانه جراح مخ وعصب. بالظبط، نيورو سيرجن. بالتالي انت النهارده لما ربنا يبقى مديك وسائل مساعده، النهارده هتقدر تبث بالقمر الصناعي احسن ولا بالوسائل القديمه في الاعلام؟ الاعلام النهارده بقى العالم قريه صغيره. ليه؟ لان بقى في قمر صناعي. النهارده بالنسبه لنا جسم الانسان والتركيب التشريحي للانسان بقى حاجه بالنسبه لنا واضحه تماما باستخدام هذه التقنيات، لان التقنيات دي بتساعدني على ان انا ابقى دقيق جدا، اعمل هدفي بسرعه. ما هو اللي بيضرب يعني اللي بيضرب بطلقه بيموت بسرعه عن اللي بيموت ببلطه. الحروب ما بقتش ببلطه وسيف، بقت النهارده. وبالتالي لما انا اقف عند عصر معين في واستخدم الجراحه العاديه بحجه ان انا دي بتخلي الجراح يشوف كل حاجه، الله، هو الجراح اللي بيستخدم المنظار ما بيشوفش كل حاجه، ده بيشوف ما وراء الابعاد. ده انت في الجراحه العاديه بتحتاج تشيل عظم من المريض مفروض ما تشيلهوش، تحتاج تعمل تاكل اجزاء من الاجزاء الطبيعيه بتاعه الفقرات، بتفتت عضلات، بتدمر خطوط دفاعيه ربنا عاملها علشان توصل للي وراها ايه. لكن الجراح اللي معاه منظار ده من ثقب صغير بيوصل للغضروف وما وراء الغضروف دون ان يزيل اي شيء. ودايما بضرب مثل للناس، بقول لهم يا جماعه هو في طيار ما بيعرفش يسوق عربيه او بسكليته؟ لكن تعالى هات واحد راكب بسكليته في الشارع كده واديله طياره يسوقها، مش هيعرف يسوقها. الجراح اللي بيستخدم التقنيات المنظار، الجراحه الملاحيه، الميكروسكوب، ده بالنسبه للسواقين ده التوب، الطيار اللي يقدر كمان يقود سفينه فضاء. يعني مش بس طيار، ده حد زي علماء الفضاء اللي يقدر يطلع لما وراء الارض. ما تحطش ده وتقول لا ده بيعمل ده عشان ما بيعرفش يعمل جراحه عاديه. ازاي؟ المنطقه الثالثه منطقه مهمه جدا، لان اكتر برانش في الطب حواليه اوهام هو المخ الاخصب، اكتر حاجه هو رقم واحد على الاطلاق. فنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ السؤال القادم سؤال فني جدا برضو. الجراحه الميكروسكوبيه تتقدم عن الجراحه بالمنظار في بعض الحالات، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده يقين طبعا. يعني احنا كل الادوات المستخدمه في غرفه العمليات جت بعد مجهود بحثي طويل جدا. يعني لم نستخدم الميكروسكوب الجراحي هباء، ولا منظره ولا المنظار. الحاجات دي اتعملت ليه؟ اتعملت عشان اعمل ريفاينمنت، اصلح، اطور. زي ما كانت زمان البيوت ما فيهاش غير المراوح، النهارده بقى في يعني عايز اقول بقى في تكييف، بقى في تكييف مركزي، بقى في تكييف صديق للبيئه بيعمل بالغاز الطبيعي. وبالتالي احنا في كل مره بنعمل العمليات بالشكل ده عن الشكل ده، ليس تحيزا ولكن عشان نساعد المرضى بتوعنا، عشان نعمل حاجه كويسه، عشان نقدم منتج احسن. ولكن أعداء التطور هم دائما أعداء النجاح، هم دائما الكسالة اللي خد خلاص على أنه هو يعني يخش يفتح ضبة ومفتاح زي ما بيقولوا، من ساعة ما خد بكالوريوس الطب لحد ما هيدخل القبر. وإحنا اللي بيحاسبنا ربنا. اجتهادك في العلم ده ربنا بيديك عليها أجر، إن أنت تجتهد وتجيب لبلدك حاجة توفر على الناس أنهم يسافروا يعملوها برة، وتوفر على البلد عملة صعبة. وبالمناسبة على فكرة الطبيب المصري من أكثر أطباء العالم مهارة، لو توفرت له الإمكانات. لما نبقى احنا عاملين مكان فيه كل الإمكانات اللي موجودة بره، وجايبين كل المعدات اللي جاية اللي بتستخدم بره دي، وننجح ونعمل ده، يبقى لازم الناس تساعدنا. وعايز أقول إن الإعلام ليه رسالة مهمة جدا في هذه الآونة. يا جماعة خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا اسمها السياحة العلاجية. احنا عندنا ثروة لا تقل عن كنوز الآثار التي يعني تعج بها مصر. زي ما عندنا تلت آثار العالم بس كلها في مدينة واحدة زي الأقصر، احنا عندنا أطباء في منتهى
العظمة، وأنا يعني بأرفع القبعة انحناء للطبيب المصري اللي من أيام الفراعنة وهو من أمهر الأطباء. ليه ما بنستغلش ده في السياحة العلاجية؟ ودي بقى سياحة مضروبة مضمونة، مش هتضرب بقى بإرهاب ولا هتضرب باستهداف. المريض القادم للسياحة العلاجية هيقدم في كل ظروف، وهيقدم في مكان آمن بعيدا عن يد الإرهاب، بعيدا عن أي شيء. ومش جاي يتفسح، وجاي يتعالج. وعلى فكرة احنا نقدر لو عندنا طموح جيد ان احنا نعالج الامريكان عندنا في مصر. هيقولوا عليا ازاي بتقول الكلام ده، انا مش ده مش كلامي، ده كلام الاساتذة الامريكان اللي جولي في مركز نيورو سباين من قريب قوي في شهر 10 اللي فات ده، وكانوا بيتكلموا عن مشروع ان احنا ازاي بعض الامريكان ما عندهمش تأمين يغطي العمليات المكلفة للعمود الفقري في امريكا، وبيروحوا المكسيك وبيروحوا الهند يعملوا العمليات دي. ليه ما تبقاش مصر دولة من الدول المستقطبة لهذه الجراحات، ونعمل الكلام ده عندنا في مصر؟ لو احنا تبنينا ده كمشروع قومي، احنا عندنا كفاية علينا الدول العربية، واعتقد ان مفيش حد بيسمعني من الدول العربية يقارن ابدا الطبيب المصري بالهند ولا بتايلاند ولا باي دولة. يعني مش عايزين نقول ان احنا زي المانيا، المانيا اساتذتنا واحنا تعلمنا منهم ولا زلنا بنتعلم منهم، لكن انت عندنا هنا في مصر هتلاقي العلاج اللي في ألمانيا بالظبط. هتلاقي النهاردة بقى عندنا الإمكانات، بقى عندنا الأجهزة والمعدات. مستشفى نيوروسباين على سبيل المثال هي قطعة من ألمانيا فيها كل حاجة، وبالتالي إحنا السياحة العلاجية ده جانب مهم جدا جدا. وعلى فكرة مفيش حد من الإخوة العرب وهم يسمعونني في كل قطر عربي، حتى الصومال، مفيش حد من البلاد دي أنا عملت له الحمد لله عملية جراحية إلا والحمد لله رب العالمين بيبقى رسول ليا في البلاد دي. بس مش أنا مش عايز أبقى أنا بس، أنا عايز كل المصريين العظماء في مجالهم في تخصصاتهم، الأساتذة المحترمين اللي بيجوا معاك في الأسنان في التجميل في الرمد في الجراحة، عايز ده يبقى هدفنا كلنا. إحنا هنقدم في هذا المجال أحسن من أي حد تاني. أولا في النهاية عايز أشكرك لأن وجودك معنا كان شرف كبير لينا، وما زال شرف كبير لينا، وسيظل شرف كبير لينا. قمة علمية كبيرة على المستوى الأكاديمي، يعني أستاذية متميزة في القصر العيني، مدرسة عريقة جدا، وأنا طبعا متحيز لهذه المدرسة في خصوصا في بعض البرنشات أتحيز لها بشكل قوي حقيقة، لأنها مدرسة حملت على عاتقها علاج البسطاء، عملت على عاتقها علاج الإخوة العرب المصريين في أصعب الظروف، لأنه حضرتك بتشتغل في أصعب الظروف ومجال الألم والحادثة وتوقف الرزق وهو مرتبط بيه، يعني غير برضو مجالات الطبية التانية، كل المجالات الطبية التانية محترمة جدا، لكن ده أنت معرض، الإنسان معرض في العمود الفقري ما يشتغلش، معرض إنه في عمود الفقري إنه ما يقدرش يمارس حياته الزوجية، معرض إنه هو هيقعد في البيت يبقى عاجز مش قادر يروح الحمام، يعني قصص تحتاج الى ان احنا نقف امام اولا جهدك كبير جدا في عالم اللي يخصنا احنا، عالم الكلينيك اللي رابط بيننا وبين بعض كمان في شغل كتير قوي في جراحات الغده النخاميه والاخير مع مرضى كتير ما بيننا وبين بعض، بس انا بشخص حلو برضه طبعا، انا بشخص الاكروبيجل اللي انا فاكر انت حالتك طبعا الحالات دي بتجيني طبعا انت نورتنا وشرفتنا، وطبعا قمه علميه كبيره. استاذنا الاستاذ دكتور ياسر الحميلي كان ضيفي في حوار مثير ومهم جدا، واثار قضيه في النهايه مهمه، السياحه العلاجيه في مصر يا جماعه دي قضيه تحتاج الى حلقات وحلقات، وزي ما استاذنا الفاضل قال في جمل مهمه ان ده طريق مضمون جدا، مضمون للسياحه، لازم نحافظ عليه ونقويه ونرسخه ويبان فعلا قيمه الطبيب المصري الموجود في مصر. أعدائنا أعداء مصر مش عايزين كده، مش عايزين كده خالص، طبيب مصري يبان، طبيب مصري يظهر مهارته ويتكلم ويقول ويجيب الحاجات دي، لا 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 لا، احنا مش عايزين الكلام ده يظهر، يظهر بقى الكلام ده بقى، شوف ده الغلاف يتقال بقى بأي شكل والحدق يفهم. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.